بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأعزاء، أعزائنا طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن قبر جدي الحسين على ترعة من ترع الجنة، فمن جوار هذه الترعة المباركة نبث لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج دروس تعليمية على الهواء مباشرة. ومعنا في الاستوديو كل من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ حسام علي زيدان من متوسطة الشهيد أبو المعالي، والأستاذ الفاضل محمد زكي رمضان من ثانوية الذرة المتميزين. ودرسنا لهذا اليوم هو مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط. ابتداء نبدأ من الأستاذ حسام علي زيدان. أستاذنا الفاضل، طبعا يوم غد هو بعد كما تعلم ونعلم جميعا أنه يوم غد هو امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط. إن شاء الله. هناك هاجس تخوف من قبل بعض الطلبة عن موضوع الحذوفات، أو صار عندهم نوع من الإشكالات بالحذوفات، أنه هذا مطلوب، هذا محذوف، ما ندري هذا شلون راح يجي، هذا كذا. فيعني أريد ما عندك رسالة اطمئنان أول شيء لهم، ونفس الوقت تنبههم على الحذوفات. ومشكور. الله أخذ منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على مولاي صاحب العصر والزمان، السلام على الطلاب الأعزاء، السلام على أولياء الأمور، السلام عليكم جميعا. أستاذ علاء، بالنسبة للحذوفات، لحد الآن الطالب هو شنو متخوف من الحذف؟ شنو الحذف؟ شنو المادة المحذوفة؟ شنو المادة ما محذوفة؟ إيه؟ يعني لحد الآن ما يعرف شنو الحذف. عزيز الطالب، بالنسبة للحذف، هو الكتاب الرياضيات الصف الثالث متوسط جزئين، هذا الجزء الأول. شوفوا يا عزيز الطالب، هذا الجزء الأول، الجزء الأول، وأكو بعد جزء ثاني. الجزء الثاني ما لك علاقة به، بس الجزء الأول. بالجزء الأول نفسه أكو به حذوفات. السنة مثل ما قلت لك، الجزء الأول بس هو الذي داخل، والجزء الثاني ما داخل. بالجزء الأول عزيز الطالب، كل موضوع بتمارين، بتأكد من فهمك، وبتدرب وحل التمارين، وبي المسائل الحياتية، وبي فكر، وبي اكتب. هذني بكل موضوع بهذه مجموعة من التمارين. هذه مجموعة من التمارين اللي مطلوب بس من عندك عزيز الطالب. تأكد من فهمك، بس ركز وياي شوية. تأكد من فهم، طبعا بكل موضوع هاي المجموعة ما التمارين موجودة. استاذ علاء، تأكد من فهمك، هذا كله داخل. تأكد من فهمك بكل موضوع، تأكد من فهمك كله داخل. تجي تدرب وحل التمارين، هذا كله ترك، ما لك علاقة به. هاي بالنسبة للتمارين، تأكد من فهمك الكل داخل. يعني فرضا هنا قد عندنا 11 تمرين، 11 كلهن داخلات. تدرب وحل التمارين، هسا الطالب يقول استاذ اني هواي، كلهن ترك، ما لك علاقة به. ما يجي حتى لو جابوه بيه بالوزاري راح يقولوا لك محذوف، ما لك علاقة به. بس تأكد من فهمك داخل، وتدرب وحل التمارين ترك. نجي على تدرب وحل المسائل الحياتية. نعم، رحم الله عليك أستاذ. المسائل الحياتية عزيز الطالب، دخلوا لكم بس كل مسائل حياتية، بس أول واحد داخل أستاذ علاء، بس أول واحد داخل. يعني هسه ذني المجموعة مسائل حياتية شقد بيها، 1 2 3، بس أول واحد داخل، بس أول واحد داخل بالمسائل الحياتية. هذا تدرب وحل المسائل الحياتية. عندنا فكر هم بس أول واحد داخل أستاذ علاء، فكر بس أول واحد، الباقيات هم ترك. زين، وأكتب هو هم ترك. واضح عزيز طالب؟ هذا كل المواضيع اللي بالكتاب الموجود، بس الجزء الأول مثل ما قلت لك أستاذ علاء، الجزء الثاني ترك، الجزء الثاني كله ترك. هذا بالجزء الأول، كل عزيز الطالب كل المواضيع بيم هاي المجموعة من التمارين. هذه المجموعة من التمارين مثل ما فهمتك عزيز الطالب، تأكد من فهمك كلها داخل، تدرب ترك، المسائل الحياتية أول واحد، وفكر هم بس أول واحد، وأكتب كله ترك. هذا هو الترك
الموجود يعني كل الموضوعات نفس هذه الطريقة. فأنت لا ترتبك عزيز طالب، على كيفك، ذني الموجودات اللي عندك زين اقراهن. طبعا بالمناسبه اكو امثله محلوله قبلها، انت هاي الامثله المحلوله اكيد لازم انت قاريها وشايفها وحالها انت بينك وبين روحك زين. طبعا بالمناسبه استاذ علاء، الحل بالرياضيات مو هيك الحل بالرياضيات، الحل لازم شنو؟ لازم ورقه وقلم. اي انا هسه الايام دا اشوف التمارين الطلاب بالرياضيات من يجي يحل هيك يحل التمارين والموبايل منه، هاي جديده ما اعرفها، حال الموبايل منه والكتاب الرياضيات منه ويقرا، هاي ما هاي قراءه الرياضيات اول مره اشوفها. هي هاي المشكله يعني النقطه انه الرياضيات اعزائي الطلبه يعني انا اضم صوتي الى الاستاذ يعني حسام، كل ماده بها قضيه درخ يعني كان اسلامي او عربي او يعني عندك ماده درخيه، حتى بالفيزياء والكيمياء عندك قوانين او عندك تعاريف لازم تحفظها. الا الرياضيات ما بيها يعني درخ، عندك فهم كله فهم وبي قانون يعني يعطيك المساله يعني هاي مسائل محلوله او هاي مسائل تمارين. نعم ما ادري العفو تجاوز من لا لا براحتك فهاي التمارين يعني اعزائي الطلبه انتبهوا، يعني الاستاذ يوضح لك نقطه جدا مهمه وجوهريه تخص ماده هو الرياضيات، انك يجيب لك المساله تقول هاي موجوده بالكتاب بس شنو مغير لك الارقام، بس مغير الارقام بس وهاي مساله هو يجي استاذ تحكي استاذ يجي بالوزاري يجي هاي يعرفها وهاي يجي يريد يكتب القانون نساء. ليش استاذ نساء؟ لان ما كاتبه ورقه وقلم بس هيك بس قاري قرايه، هاي مو مال قرايه هاي لازم نعم. مال بالضبط. تدريب تتدرب على احسن تدريب هو هيدا وصلها تدريب احسنت بارك الله فيكم استاذ على الله عفوا شكرا استاذ الله يخليك ننتقل للاستاذ محمد زكي. استاذ محمد بالنسبه لماده الرياضيات مثل ما قلنا الان انه ماده تعتمد على الكتابه مثل ما تفضل الاستاذ حسام قال انه لازم يكتب يعني مو قضيه درخ لازم يعني يكتب المساله. طيب بعض الاحيان اكو اخطاء تلقاها مشتركه عدد من الطلاب، يعني هاي المشكله يعني مثلا شلون موضوع نقل الاشاره هاي تصير دائما، اذا القضايا اللي يصير يا ريت تنبه طلبتنا استاذنا الفاضل باسلوبك الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاوصياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم. احبتي طلبه الصف الثالث، مثل ما تفضل زميلي الاستاذ حسام يقول ما عندكم الا 18 موضوع يعني موزعه على 14 فرع، راح تجيك هو النمط مال وزاري، نمط مال اسئله الوزاريه يكون 6 اسئله ترك سؤال وعندك سؤالين بين كل واحد 3 فرع فيصير عندك 14 فرع، يعني اسئلتكم ان شاء الله الحمد لله مسيطرين. بالنسبه للاخطاء الشائعه اعزائي الطلاب بهواي اكو مواضيع راح تصير عندك يعني فت خطا يتكرر عند الطلاب، واحد من الاخطاء مثلا لما بالابتدائي عندك جذر ال 16 تقول هذا يساوي مجرد 4، لكن لما عندك الان بالصف الثاني المتوسط عندك الاكس تربيع تساوي 16، لما تجذر الطرفين راح تطلع لك الاكس تساوي موجب وسالب 4، وهنا لازم تفصلها الى اما اكس تساوي موجب 4 او اكس تساوي سالب 4، هذا واحد من الاخطاء الشائعه اللي يصير. ايضا واحد من الاخطاء الشائعه لما يسحبون الاشاره السالبه كعامل مشترك من قوس معين فما يتغيرون الاشارات داخل القوس كله، فيغير بس فقط اشاره الوسط ويلقاها المختلفات، وهنا اهم المشكله نفسها اللي تفضل بها زميلي يقول الطالب اللي ما متمرس بالقلم يقولون best way to learning math is the doing math، يعني لازم الرياضيات بيدك تشتغلها ما يصير انت تجي تحفظها، الحفظ ما يفيدك لازم تتمرن. هو هذا الكلام السليم يعني ان شاء الله باكر اول ما تواجهون الاسئله يعني لازم نذكركم بدعاء النبي موسى عليه السلام، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، تقرؤوه على الاسئله ولما تباوعهن الدفتر مالتك انت مرقم من السؤال الاول الى السؤال السادس، فانت ما مجبر انه اول ما تجي تختار تقول سؤال فلاني تركته انا، لا تبدي بالترك، ابدي بالسؤال اللي تحب انت تجاوبه. بالضبط مثل فريق كرة القدم دائما يختارون اللاعب الافضل حتى يسدد الضربة الاولى مال الجزاء حتى يعطي دافع معنوي دكتور للفريق كله، فانت حتى تعطي دافع معنوي لنفسك قرأت الاسئلة اسهل فرع شفته مو سؤال اسهل فرع، مثلا قرأتها انا شفت السؤال الخامس الفرع باء
على سبيل المثال، شفتها حل سهل، افتح الدفتر مالتي الى الصفحه الخامسه، اروح سؤال خامس فرع بي احله بشكل صحيح، بعد قراءه الاسئله من جديد لقيت سؤال الاول فرع اي رحت عليه، وهكذا اقضي الساعه الاولى فقط التقط الافرع البسيطه السهله اللي انت حالها بليله الامتحان قبل الامتحان. بعد ما انتهيت من الساعه الاولى راح تكمل عندك في 60 70% من الاسئله متكامله، ايوبي ايوبي راح تبقى عندك في 3-4 اسئله وسؤالين على فرع فرع، انت هنا تقعد تتخير يا فرع اللي ما يعجبك تتركه، تقول هذا الفرع اتركه، امسح الفرع اللي جاوبته مالته واكتب على السؤال ترك واروح على ذاك السؤال الاخر. احسنتم استاذ الفاضل، شكرا جزيلا. اعزائي طلبتنا طلبه الصف الثالث المتوسط، نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على الارقام الموجوده اسفل الشاشه. استاذ محمد، قبل ما ندخل البرنامج قلت لي عندي كم مسألة مهمة، ويعني هم نحب ننبه طلبتنا الأعزاء طلبة المدارس المتميزين اللي دراستهم بالإنجليزي. طبعا أستاذ محمد زكي هو من ثانوية الزرع للمتميزين، راح أيضا يجاوبكم باللغة الإنجليزية في المادة المطلوبة من عندكم. عفوا أستاذ، ما أدري كتبت على السبورة. نعم تفضل أستاذنا، بدأ ممكن منهم. نعم أمير من كربلاء. نعم تفضل أمير. ألو ألو أمير تفضل. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي أمير، تفضل أستاذ. ممكن الفصل الثالث؟ إيه تفضل. تسمع؟ دا اسمع دا اسمع دا اسمع. أمير تفضل. أمير شنو أمير، شنو الموضوع اللي عندك تريد تسأل عليه؟ اي اسأل تفضل. تراجع هذا يعني مراجعة، مو ما أقدر أراجع الكتاب كله عندك. شنو أنت ما راح أراجع؟ أنت شوف البرنامج، أنت عندك يا سؤال اللي تحبه يعني شوي عندك نوع من القلق به، الأستاذ راح يجاوبك عليه، ما يخاف. احنا راح نراجع، راح يسالونا طلاب، راح هو هاي الحلقه هي مراجعه. بالضبط، سؤال من عندك، سؤال من زميلك، سؤال من زميلتك، احنا راح نحل نسويها مراجعه. انت شنو انت تريد الموضوع اللي ما فاهمه امير؟ يمكن الفصل اتصال. معانا من بغداد يحيى، تفضل يا يحيى. نعم استاذ، بس مثلا على مسائل ما ابدلنا في الضيف الى مربع هاي المسائل الفصل الثاني. شنو يحيى عيد السؤال؟ ما سمعت. ما العدد الذي اذا اضاف الى مربع مسائل الفصل الثاني يضاف الى مربع. نعم نعم عرفت. واضح واضح. ما العدد الذي اضيف الى مربع هي مسائل الفصل الثاني. ماشي 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 ماشي. ما العدد الذي اذا ماشي ماشي يحيى ماشي. بسيط. عندك سؤال اخر؟ لا لا استاذ شكرا. شكرا لاتصالك. ماشي. علي من النجف، تفضل يا علي. الو علي تفضل حبيبي. عليكم السلام، تفضل علي. تفضل علي. الحد المفقود؟ ماشي بعيني، ماشي الحد المفقود. ماشي علي بعين الدلل. ناخذ موضوع عن الحد المفقود، سؤال عن الحد المفقود نشرح لك اياه ان شاء الله. معانا مؤمل من بغداد، تفضل يا مؤمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله بابا، تفضل. عندنا عندي سؤال فقط عن الاعداد النسبيه. ايه ايه هاي عندي صعوبه بها، من نوع الاعداد الكسريه. ماشي بسيط. ماشي الاعداد النسبيه والكسريه. والكسريه نعم. ماشي ماشي. السلام عليكم وشكرا. اهلا وسهلا بك حبيبي. ماشي ماشي. موفق ان شاء الله. محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. المدرس يشرح لي الحد المفقود وتحليل المقدار الجبري في المربع الكامل. الحد المفقود شنو الثاني الموضوع؟ تحليل المقدار في المربع الكامل. المربع الكامل ماشي بعين المربع الكامل. ماشي محمد ماشي بسيط. واضح واضح ان شاء الله. احسنتم. العفو استاذنا اخرناك. اعزائي الطلاب،
هذا نوعين من الأسئلة عندكم. هذا الموضوع آخر موضوع بالفصل الثاني، وهذا آخر موضوع قبل آخر موضوع بالفصل الثالث. هذا تبسيط المقادير الجبرية وهذا حل المعادلة الكسرية. لما تجي على هذا باختلاف نوعا ما على هذا شو اسمه، وهسه راح ابين لك ليش. فملاحظتين جدا جدا مهمات. اجي انا اريد ابسط هذا المقدار، اكتب المقدار التالي في ابسط صوره. هذا السؤال اجى دور ثاني العام للمتميزين، write the following expression in simplest form. اريد ابسط هذا المقدار، اجيت اريد احلل هذا المقدار. هواي طلاب ينخدعون بهذا فوق هذا الباسط، لباله هذا مثلا مربع كامل، الحدوديه الثلاثيه لباله مربع كامل. ليش؟ يقول لك هذا مربع وهذا مربع اثنين موجبات. بس هو لازم يتعلم شلون يميز بين المربع الكامل وبين المقدار اللي ما يتحلل من تحليل المكعبين. فهذا لما يجذر الاول تربيعي يصير عدتي، ويجذر الثاني تربيعي يصير عده اثنين، وحاصل ضرب ان مو اثنين في الاول، في جذر الاول وفي جذر الاخير. فلذلك هذا المقدار ما ممكن انه تحلله الى مربع كامل. تجي تحلل المقام، يعني هذا ينزل كما هو 2 تي زائدا 4 على تحليل هذا فرق بين مكعبين تي ناقص 2، يعني جذر الاول التكعيبي نفس الاشاره، جذر الثاني التكعيبي، وتفتح قوس. هنا من هذا القوس الاول تشتق القوس الثاني، تقول مربع الاول تي تربيع عكس الاشاره زائد الاول في الثاني 2 تي زائد دائما مربع الاخير. وهذا المقدار الاخر اجي اكتبه 12، وهذه بي جي سي اف عامل مشترك اسحب 3 يبقى عندي تي ناقص 2. لو تلاحظ عزيزي الطالب انه هذا المقدار هو نفس اللي تفضلنا به قبل شويه، قلت لك هذا ما ممكن انه تحلله، بس هو هذا القوس الثاني مال تحليل المكعبين. فهذا تختصره كله تسده للقوس وتختصر اختصار واحد، ما يجوز لك تختصر تي ويا تي واثنين تي ويا وبهالشكل متفرق، لا كل المقدار تختصره يطلع النتيجه مالته واحد. وهذا ال 12 ايضا تختصره بالثلاثه هذا بواحد هذا باربعه، وتكمل الحل مالتك واحد على تي ناقص 2 زائدا 4 على تي ناقص 2، والنتيجه يعني المقامات نفس الشيء تي ناقص 2 والبسوط 1 زائد 4 يطلع 5. هاي الملاحظه انتبهوا لها زين طلاب، هذا المقدار غير قابل للتحليل، يشبه المربع الكامل بس لما تجذر الاول راح يطلع لك تي، عيد الملاحظه، تجذر الثاني يطلع لك 2، بس هو مو مربع كامل لان بعد عوزه 2 لازم يضرب فيه 2 يلا يصير شنو مربع كامل. هاي شغله الاختلاف عن حل المعادله. انا لما اجي ارد احل هاي المعادله الكسريه اجي احلل هذا التجربه السته، احللها الى عواملها 6 و1 و3 و2، وانقل هاي الاشاره مالتي نفسها اخليها هنا، اشوف يا نتيجه تطلع لي محامل لحد الوسط، هذا يطلع 5 وهذا يطلع ايش قد؟ 1. يا نتيجه معامل لحد الوسط، هاي النتيجه تطلع معامل لحد الوسط، اذا هاي عوامل اكس. فاجي اقول الاكس والثلاثه والاكس والاثنين. هذه عندي 9 وناقص 5 على اكس ناقص 3، هذا ما يتحلل يساوي 1. هنا تقول إشارة الحد الوسط تأخذ إشارة العامل الكبير، منو كبير؟ 3 لو 2 تطيل هذا، حاصل ضرب ذني الإشارتين طلعت هاي الإشارة. بعد ما خلصت هنا أنا عزيز طالب توحد هاي المقامين اثنيناتهم، تأخذ LCM اثنيناتهم، أو تريد تضرب المعادلة كلها في المقدار X ناقص 3 حتى تخلص من عنده، وبنفس الوقت تقدر تضربها في المقدار التالي اللي هو X ناقص 2. لاحظ ان المعادله، وهذا الخطا يوقعون به هواي طلاب، المعادله ممكن ضربها في اي قيمه عدا الصفر، وممكن قسمتها على اي قيمه عدا الصفر، لكن المقدار الجبري ما تقدر تضربه في اي قيمه. يعني هسه احنا لما شان عندنا هذا بهالشكل ما اقدر اضربها في تي ناقص 2 لان راح تتغير قيمه المقدار، راح تتغير قيمة المقدار. فالمقادير الجبرية ما تقدر تضربها في عدد معين، بينما المعادلة للتبسيط أقدر أضربها في هذا المقدار اللي هنا وهذا اللي حتى أتخلص من عدن في خطوة واحدة. إذن راح يتوزع على كل حدودية من هذه، يعني راح تتوزع أنها تختصر بشكل كامل مع المقام، يصير عندك X ناقص 3 X ناقص 2 و X ناقص 3 X ناقص 2، تختصر هاي كلها يصير عندك ناقص 5 اكس ناقص 3 اكس ناقص 2 واكس ناقص 3 بالمقام يختصر ويا هذا، وبهالجهه عندك الواحد مضروب هذا المقدار اللي هو نفسه اكس تربيع ناقص اكس ناقص 6.
اللي هو نفسه تحليل هذا بعد ما نفتح الأقواس، وهذه عندك 9 صارت هنا ناقص، الخمسة تتوزع. هاي واحدة من الملاحظات اللي تفضل بيها دكتور علاء قبل شوية، قال هنا طالب يخطئ بالإشارة، سالب 5 يعني اكس ناقصا 2، هنا عيد كتابته ماكو داعي توزع من ناب نفس الخطوه. هنا تلاحظ لازم 5 مو تضربها بالاكس، لا سالب 5 تضربها بالاكس، هاي بخطوه ثانيه. وهنا عندك اكس تربيع ناقص اكس ناقص 6 9 يصير سالب 5 اكس زائد شنو 10 يساوي لي اكس تربيع ناقصا اكس ناقص 6. هسه تصفر المعادله مالتك، اكس تربيع بهالطرف هذا تنقل الحدود او تجمع 9 و1 19 تعبرها لهالطرف ذاك، يصير عندك اكس تربيع ناقص 19 سالب 6 او ناقص 6 عفوا وزائد 5 اكس ناقص اكس يساوي كله 0، و19 ناقص 6 اكس تربيع مو تمام استاذ 19 يصير سالب ناقص 25 يساوي 0، وعندك 5 اكس ناقص اكس يصير موجب ايش قد 4 اكس. القصد اللي اريد اقوله اعزائي الطلاب انه المعادله يجوز لك تضربها في اي مقدار حتى تبسط هذا مالتها بعد ما تنتهي من حلها، لكن المقادير الجبريه ما ممكن ان تضربها في اي مقدار. اسال هنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات استاذنا الفاضل. استاذ حسام، ما ادري عندك من الاسئله اللي سالوها طلابنا. انا استاذ بس اريد اوضح شغله. تحتاج سبوره؟ هسه لا بس دقيقه، بس اريد اوضح للطلاب شغله. عزيزي الطالب، بالنسبه استاذ علاء اكو اسئله كل سنه تتكرر. ايه؟ وهاي الاسئله دائما موجوده بالكتاب، وكل سنه كل سؤال عليه 10 درجات، وذني دائما هن يتكررن مثل ما تفضلت بالبدايه، بس يغيرون الارقام. بس يغيرون نفس السؤال بالضبط، بس اذا يريد لو نوبات نفسه يجيبوه. زين، المواضيع دائما تتكرر، الحذف والتعويض، طريقه الحذف والتعويض. نعم. زين، نوبات بالسؤال شو يقول لك؟ يقول لك بطريقه الحذف جد مجموعه جد قيمه اكس وواي. نوبات لا استاذ علاء، ما يقول، يقول لك حل المعادلتين ويسكت. اذا قال لك حل المعادلتين ويسكت، انت بعد كيفك، طريقه التعويض، طريقه الحذف، حتى بالطريقه البيانيه تقدر تحلها، ثلاث طرق استاذ علاء. زين، فانت هاي دائما هي كل سنه تجي الحذف والتعويض بيانيا، اذا خيرك لازم تمشي على الخيار اللي هو معطيك اياه، قال لك اريد بطريقه التعويض حل المعادلتين، انت بطريقه التعويض تحل هذه المعادلتين يعطيك اياها، طلع طبعا بالمناسبه طلع قيمه اكس وقيمه واي، واخر شيء مجموعه الحل مثل ما تعرف عزيز طالب، مجموعه الحل هي الزوج مرتب اكس اول شيء وبعدين الواي. عندنا بعد الاسئله دائما تكرر حلل. ينطيك اسئله استاذ علاء، ينطيك فد ثلاث اسئله ويقول لك حلل مقدارين من الاتي، ينطيك هنا ثلاثه يقول لك حلل، ينطيك حلل شنو؟ حلل مثلا عندك حلل بالتجربه، حلل فرق بين مربعين، حلل مربع كامل، حلل بالتجربه، هذني كلهن انت لازم تختار، هنا يعطيك ثلاثه نوبه حتى اربعه يقول لك اختار اثنين، زين؟ انت هاي دائما كل سنه يجيك حلل المقادير الاتيه، فانت تختار، هنا يعطيك ثلاثه تختار من عندهم اثنين، لو يعطيك قلت لك حتى نوبات اربعه تختار من عندهم اثنين، هاي دائما يجيب لك طريقه التحليل. عندنا بعد التطبيق استاذ علاء، التطبيق ينطيك نوبات بالتطبيق، بس هاي اريد اوضحها للطالب. التطبيق نوبات يعطيك تركيب التطبيق، تركيب التطبيق يعطيك عدد ويقول لك جد ناتج تركيب هذا العدد اف تركيب جي للثنين فرضا، ويعطيك يقول لك جد هذا المقدار. نوبات لا عزيز الطالب، يعطيك شنو؟ التركيب ومطيك الناتج، فرضا مطيك اف تركيب جي للاكس يساوي فرضا 33، جد قيمه اكس. هنا السؤال بالعكس، لازم شو تطلع قيمه اكس، ماشي عزيز الطالب؟ فهذا نوبات الاسئله دائما تتكرر استاذ علاء، ذني كل سنه يجي عليهن 10 درجات. ايضا ايجاد قيمه الثابت كي استاذ مثل ما تفضلتوا، بالضبط نعم، واحد من ثوابت الوزاري صار جد قيمه الثابت كي اللي يجعل جذراء المعادله متساويان، نعم. وهذا بدايه حل يكون لما يبدي بالدلتا، يقول المعادله يكون لها جذراء متساويان اذا كان دلتا شو يساوي؟ يساوي صفر. هو من عنده يقول دلتا يساوي بي تربيع ناقص 4 اي سي ويستمر بالحل مالته. احسنتم احسنتم. ما ادري استاذ عندك الاسئله، عندي هاي الاسئله اريد احلها، بس الطالب يقول اي نعم تفضل.
استغل الفرصة. نعم محمد أين أستاذ محمد بالنسبة للأستاذ حسام عندك ملاحظة بينها للطلاب يعني على بعض الأسئلة. نعم. أنت شوف هم شنو عندك ملاحظات لأن الطالب هاي الساعات أدى حرجة. والله أنا يعني كل ما نقدر إحنا نريد شو نقول احنا نمتص الخوف والارتباط. لا لا بالعكس انا مطمئن انه ايه؟ طلابنا ما طول درسه وفقط نص منهج ايه؟ هل 18 موضوع متمكنين من عندها 100%. اه فقط عندهم ملاحظات بسيطه ممكن هنا وهناك انه ايه؟ شلون يصير هذا شلون يصير هذا. اي احنا هو وظيفتنا سعنا وهدفنا من هذا البرنامج هو ننتزع الخوف من عند الطالب والارتباك ونقول له يا ابا ان شاء الله احسنتم باكر ان شاء الله تجاوب وتسيطر. احسنتم. العفو تفضل. واحد من المواضيع اللي ممكن انه تجي تكرر اكثر من مره بالوزاره اعزائي الطلاب لما يعطيك تركيب لتطبيق ويقول لك يساوي نتيجه معينه ويقول لك جت قيمه اكس هذا تكرر باكثر من مكان. نعم. فأنا أعتقد أنه باتشر احتمالية مجيء يعني فد احتمالية كبيرة. جيد. شنو هذا؟ تركيب التطبيق هذا السؤال موجود في نعم. مثال وفي تمارين وفي آخر الفصل. نعم. بس أطلع لك إياه تركيب التطبيق. حتى يتابعونه يعني يقول نعم. لك نعم. يعني يا صفحة. تركيب بهذا. نعم. بالمابينكس. السؤال مثال رقم 4 بالكتاب الإنجليزي صفحة 12 ما أعرف الكتاب العربي العربية نفس أعتقد نفسه وبس اللغة تختلف. نعم. يقول إذا كان F من N إلى N أترجمه باللغة العربية وأكتبه باللغة الإنجليزية و F لـ X يساوي 2 X زائد 1 و G من N إلى N و G of X يساوي X تربيع يقول جد تركيب التطبيق F أو G للثلاثة و G أو F يعني G كومبوسايت الـ F of 3 ويقول لك ماذا تلاحظ يعني شنو تلاحظ بالاختلاف بيناتين الفرع الأخير من عنده يقول لك إذا كان تركيب التطبيق FOG للX يساوي 33 فجد قيمة X. هذا إجى للطلاب الدور الأول أعتقد الدور الثاني متميزين العام وتكرر في سنوات سابقه هذا المثال نفسه. نعم. وايضا اكو مثال اخر يشبه يعني الاسئله نفس الاسئله تختلف مع المتميزين المتميزين عن هذا كاسئله وزاري هي تختلف لكن هو الكتاب نفس ذاك الكتاب نفسه. فقط اكو فروقات الاسئله فصل. تختلف الاسئله البكالوريات عم تختلف يعني اي تختلف نعم نعم اكو تختلف بس نعم. كلها منهجيه لا احنا ما علينا بالمنهجيه نعم. عادي لا يعني قصدي اسئله طلاب يعني المتميزين تختلف عن اسئله يعني كمضمون يعني كمضمون اي طبعا يعني نفس الاسئله لا لا مو نفس تختلف لا لا مو مترجمه نصا لا لا مو لا لا تختلف احسنت زين عندك فد توضيح او فد شلون نقول رساله الى ابنائنا طلاب المتميزين باللغه الانجليزيه الطلاب يعني فد شيء نبههم عليه بالانجليزي طلابنا المتميزين على قولتك ما يحتاجون لا عادي عادي اقول لك متمكنين ان شاء الله لا هم بس احنا بس نريد يعني فد نقوي معنوياتهم مضبوطين طلابنا المتميزين ما بقوا شغله البارحه يعني لحد البارحه اقول لهم يا ابو هذا قالوا هذا حالي هذا حالي مش جيد الحمد لله والشكر الله يبارك بهم ان شاء الله واهلهم يفرحون بهم ان شاء الله ان شاء الله عفوا استاذ حسام تفضل استاذنا استاذ شوف هذا اللي قلت لك عليه استاذ علاء هذا دائما كل سنه علي 10 درجات بالوزاره يجي كل سنه نعم. زين هنا أنا ليش ما كتبت السؤال؟ كتبت سؤال أي دراويك استاذ علاء شو يقولون لهم بالسؤال؟ السؤال يجي كالآتي جد مجموعة حل النظام النوبات شنو؟ يقول لك جد مجموعة حل النظام يسكت نوبات لا شنو يخيرك بالطريقة اللي يريدها إذا بس هيش قال لك وسكت بالأسئلة بأنت حل كراتك بس نوبات شي كمل لك يقول لك جد مجموعة حل النظام بطريقة فرضا خلنا ناخذ الحذف بطريقة الحذف زين من قال لنا بطريقة الحذف وانت فرضا تحل بطريقة التعويض راح يعطوك صفر بالوزارة استاذ هذا هسه يقول لك الطالب انا مطلع الناتج نفس الشيء الاكس نفس الشيء الواي نفس الشيء مع الاسف الطريقة تختلف استاذ علاء فهنا من حدد لك الطريقة يا طريقة طريقة الحذف من قال لك بطريقة حذف لازم الطالب يحل يعني ملزم الحذف. الطالب بطل. ملزم انه يجاوب انا ليش ما خليت السؤال؟ خليت السؤال اذا راوي الطالب زين اذا لا ما حدده ما حدد باي طريقه انت باي طريقه عندك ثلاث طرق
حتى بيانيا تقدر تحل. فهسه هنا عندي عزيز الطالب، عندي هاي المجموعه الاولى، عفوا المعادله الاولى وهاي المعادله الثانيه. نعم. هذه المعادله الاولى خلينا نسميها رقمها واحد وهذه رقمها اثنين. هسه بطريقه الحذف عزيز طالب، بطريقه الحذف لو اساوي الاكسات لو اساوي الوايات، انت عندك مهم مخير تريد تساوي الاكسات او تساوي الوايات. اذا اساوي الاكسات هاي ايش قد عزيز طالب؟ 3 اكس. هذه ايش قد؟ 1 اكس. اذا اريد اساويهن لازم اضرب المعادله الاولى في ايش قد؟ على مود يصير نفسها، لازم اضرب في ايش قد؟ في 3. اذا اضرب هذه في 3، من اضرب هاي في 3 بالمناسبه لازم كلها اضربها في 3 على مود ايش قد تصير؟ تساوي الاكسات. اذا اريد اساوي الوايات، هاي الواي ايش قد؟ 2 واي. هاي ايش قد؟ 1. اضرب الثانيه في ايش قد؟ في 2. انت هم بكيفك استاذ علاء، تريد تساوي الوايات، تريد تساوي الاكسات. هسه طالب يقول لي استاذ دائما يقولوا لي ساوي الاكس، لا هسه خلينا نساوي الوايات. انا راح اساوي الوايات، من اجي اساوي الوايات لازم مثل ما قلنا نضرب في ايش قد المعادله؟ 2. في 2. احسنت، في هذا راح اضربها في 2. بالمناسبه لا تكتب هواي وتسوي هوسه نضرب المعادله الثانيه في 2 لنساوي الوايات، لا بس اكتب في 2 ها هي كافي. راح نضرب في 2، الاولى نزلها اكس، راح يصير عندنا اكس زائد 2 واي يساوي 5. هذه المعادله الاولى. المعادله الثانيه مثل ما قلنا راح نضربها في 2، كلها اضربها في 2، هاي ايش قد تصير؟ 2 في 3 6 اكس ناقص 2 في واي 2 واي 2 في 1 كلها اضربها في 2 2. هاي يا معادله، المعادله رقم 2. هسه من الساون؟ الساون الوايات. هسه من الساون الوايات، ملاحظه اذا اشاره الوايات مختلفه نقول بالجمع، واذا اشاره الوايات مش شابهه شو نقول؟ بالطرح. هسه شبيه الاشارات مختلفة. إذا مختلفة قبل ايش تكتب عزيز الطالب؟ بالجمع. أحسنت، نكتب بالجمع. ليش كتبت بالجمع؟ على مود من أجمع 2 وناقص 2 شبيهن أستاذ علاء؟ واحد. لا راح يختصر 2 ناقص 2 شو يبقى؟ صفر. صفر في واي صفر راح يروح. أحسنت، هذا راح يختصر، هذا راح يروح. زين، هسه نجي هنا، هذا طبعا دائما الطالب يخطأ، هو هنا شكو؟ واحد. واحد، واحد وستة طبعا بالجمع. واحد زائد ستة إيش قد صار؟ سبعة. سبعة إكس. هذا قلنا صفر راح يساوي خمسة زائد اثنين إيش قد صار؟ سبعة. ماشي. هسه أنا أريد إكس، ما أريد سبعة إكس، نقسم على إيش قد؟ واحد. نقسم على سبعة. على مود يطلع أحسن مثل ما قال سأل على ديف يسبق شو اسمه ويعرفه بسرعة الناتج عرفه واحد. أحسنت أستاذ على، هو قال لي قبل البرنامج قال لي أنا أحب الرياضة. أحب الرياضة صدق. أحسن، قسمنا على سبعة، هذا صار إكس، هذا هم قسم على سبعة إيش قد طلع؟ طلع واحد. إذا عزيزي الطالب طلع عندي قيمة الإكس إيش قد؟ طلعت قيمة الإكس واحد. هسه من طلعت قيمة الإكس شو نريد بعد يا قيمة؟ الواي. اي معادله تعوض بها يطلع لك الواي. استاذ نعوض بالاولى بالثانيه بهذه بالثانيه الجوه بكيفك، اي وحده ما عندي مشكله، عوض باي وحده ماكو مشكله. أول نعوض، نعوض اكس في المعادله رقم واحد. وين المعادله رقم واحد؟ اكس، اكس زائد 2 واي يساوي 5. هذه المعادله رقم واحد. عزيز طالب مثل ما قلنا ايش راح تعوض؟ راح تعوض مكان الاكس ايش قد؟ واحد. واحد هنا راح اخليه واحد، هذا واحد زائد زائد 2 واي يساوي 5. هسه الارقام بجهه حسنت والمجاهيل بجهه، هذا واحد موجب ايش يصير؟ سالب واحد، موجب واحد نقلته صار سالب واحد. 2 واي يساوي 5 ناقص 1 4. 2 واي نقسم على ايش قد؟ على 2. احسنت استاذ، تقسيم 2 راح يصير هسه ايش قد يطلع عندي؟ الواي ايش قد طلع؟ طلع 2. طلع منو؟ الاكس، وطلع منو؟ الواي. هسه هاي دائما يخطئ بها الطالب وحرامات نوبات ينقصوا درجتين استاذ على ودر نوبات درجه. شنو مجموعه الحل؟ اس، اس شو تساوي؟ اس تساوي زوج مرتب. زوج مرتب بالبدايه منو؟ الاكس. اكس احسنت استاذ، وبعدين الواي. هسه راح يصير اس يساوي،
الاكس ايش قد؟ واحد. واحد. والواي؟ اثنين. يعني هاي بسيطه جدا يعني استاذ دعتي بسيطه مو بسيطه. تبقى انا هسه اريد اطمن على روحي انه حلي صح لو خطا. ايش قد الاكس استاذ علاء؟ واحد. واحد. والواي؟ تو. تو. هسه خلي هنا الاكس ايش قد؟ واحد. هذا واحد. استاذ هذا واحد. والواي اثنين. اثنين في اثنين؟ أربعة. أربعة واحد خمسة. خمسة. ها يعني عزيزي الطالب يعني أنا أشوفها هي تمشي وحدها زين، هي المسألة هي تمشي وحدها زين، مجرد شنو بس أنت بس تساوي لو الإكس لو أساوي الواي وما تقبل غلط، ما تقبل رياضيات ما يقبل غلط. إذا هسه واحد يقول أستاذ نفس الشيء إذا عوضت هنا ماشي، إيش قد الإكس؟ واحد. واحد. ثلاثة في واحد؟ واحد. ثلاثة ناقص الواي إيش قد؟ اثنين. اثنين ثلاثة هسه صار هنا قلنا ثلاثة، ثلاثة ناقص اثنين؟ واحد. واحد. وشكرا استاذنا بارك الله فيكم، شكرا على هذه الايضاحات نقول احنا عليها الممتعه. اشكر اي والله ممتع لا استاذ احسنتم استاذنا الفاضل. الله يخليك استاذ. اعزائي طلبتنا طلبه الصف الثالث المتوسط، فاصل قصير ثم نعود ونكمل حلقه اليوم كرما لا امرا، ابقوا معنا. قيامي وقعودي وركوعي وسجودي، في قيامي وقعودي وركوعي وسجودي، أذكر الله الذي دانا له سر الوجود، أذكر الله الذي دانا له سر الوجود، أعبد الله الذي ما لي معبود سوى، جل ربي في الجلال وتعالى في علا، أحدي صمدي أزلي أبدي، ليس لي غير الذي دانا له سر الوجود، أعبد الله الذي ما لي معبود سوى، جل ربي في الجلال وتعالى في علا، أحدي صمدي أزلي أبدي، ليس لي غير الذي دانا له سر الوجود، ليس لي غير الذي دانا له سر عند حاجاتي وسوء من لغير الله أسأل، فله وجهت وجهي وإليه أتوسل، عند حاجاتي وسوء من لغير الله أسأل، فله وجهت وجهي
صلاتي ودعائي وسؤالي ورجائي، ليس لي غير الذي دانا له سر الوجود. بصلاتي ودعائي وسؤالي ورجائي، ليس لي غير الذي دانا له سر الوجود. أعزائي طلبتنا طلبة الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونعود لنكمل حلقة اليوم في مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط. أستاذ محمد، كان عندنا أسئلة سألونا عنها طلابنا اللي قبل الفاصل، ما أدري ممكن واحد من الهدين تحلل. نعم تفضل أستاذ. تفضل. اوجد الحد المفقود الذي يجعل الحدوديه او اللي يجعل الحدوديه مربعا كاملا ثم احللها ان امكن. احنا عندنا الحدوديه تقول اي اكس تربيع زائد ناقص بي اكس زائد السي، يعني المجهول شنو؟ البي اكس. اجي اكتب قانون مالته موجود بالكتاب، بي اكس يساوي موجب سالب 2 جذر اي اكس تربيع مضروب في سي. هذه الموجب سالب موجوده بالقانون دكتور. يعني احنا نانا ما نستفاد من عندها، ليش؟ لان عندنا اصلا هو محدد لي الاشاره شنو؟ القبل الفراغ، هو اصلا مطينيها سالبه، فهاي بس مجرد هيك شيء صوره للقانون. اجي اكتب البي اكس اللي هو الحد الوسط يساوي لي 2 في جذر، اجيب الحد الاول هذا جاهز 9 اكس تربيع مضروب في، ايش قد هذه القيمه؟ مضروب في 3، ونوزع الجذر، الجذر يتوزع على عمليه الضرب، يصير عندي البي اكس يساوي لي 2 في جذر 9 اكس يصير 3، 9 اكس تربيع يصير 3 اكس، وجذر الثلاثة هذا ما يطلع من الجذر يبقى جذر 3، ونجد قيمة البي اكس. البي اكس يساوي لنا 2 في 3 اكس في جذر 3 يساوي لنا 6 جذر 3 اكس. هسه بعد ما خلصنا ولقينا قيمة البي اكس، نجي نعوضه هنا حتى نكمل الحدودية مالتنا، نقول الحدودية 9 اكس تربيع، نخلي الإشارة اللي هو مخليها حسب ما هو فرضها، نكتب له 6 جذر 3 اكس زائدا 3. بعد شو يقول؟ يقول حللها إن أمكن. هو ليش يقول حللها إن أمكن؟ لأن إذا طانا الإشارة هاي وحدة من عندهن الأولى والأخيرة، الإشارة مال الحدود، إذا وحدة منهن كانت سالبة مباشرة نقول له هذا المقدار لا، يعني في ذاك الموضوع الاخر لما يعطيك حدوديه يقول لك حدد فيما اذا كان مربع كامل. فلما يقول لك حل امكن، اوجدنا الاشاره مال الحد الوسط وخلينا الحد الوسط، نجي نحللها، جذر من الحد الاول 3 اكس، واشاره من الوسط سالب، جذر من الاخير جذر 3 الكل تربيع. هذا تحليل الحدوديه. السؤال الاخر اللي ساله طالب يقول ما العدد الذي مربعه ينقص عن اربعه امثاله بمقدار 3؟ نجي نفرض العدد، العدد اكس وعليه يكون مربع العدد هو شنو؟ اكس تربيع. زين أربعة امثال العدد شو يصير؟ يصير 4 اكس. شو يقول؟ يقول مربعه ينقص عن أربعة امثاله، يعني مع ربعه اقل من أربعة امثاله بمقدار ايش قد؟ بمقدار 3، يعني 4 اكس ناقصا اكس تربيع شو يساوي؟ 3. بمجرد ترتب هذه المعادلة عزيزي الطالب، تنقل هذا الاكس تربيع لهنا وتنقل الاربعة اكس، فتحافظ على مكان اللي يساوي من هالجهة، من تنقل هنا يصير عندك 3 زائد اكس تربيع ناقصا 4 اكس،
وتنقل اليساوي صفر إلى الطرف الآخر وتعيد ترتيبها. يعني هاي الثلاثة تجيبها لهالجهة تصير زائد ثلاثة يساوي صفر، وتجي تحللها هذه أيضا. الثلاثة أولية ما تتحلل إلا بحاصل ضرب مقدارين ثلاثة في واحد، يعني هنا تقول ثلاثة واحد وهذه اكس واكس ثلاثة، تأخذ إشارة الحد الوسط باعتبارها العامل الكبير، سالب وسالب في موجب يصير سالب يساوي صفر. وهنا تجي تقول أما القوس الأول اكس ناقص واحد يساوي شنو؟ صفر. فمنه إيش نستنتج؟ أنه يعبر السالب واحد لهالطرف شو يصير؟ يصير عندك الاكس يساوي واحد، أو الاكس ناقص ثلاثة يساوي صفر، فمنه يعبر السالب ثلاثة يصير الاكس يساوي ثلاثة. هذا في مجال السؤال اللي سأله الطالب. بالنسبة لهذا السؤال، هذه أيضا فكرة مهمة طلاب، حل المقدار التالي. إحنا نشوف هذا بتكعيب، فعليه هذا لازم يتحلل فرق المكعبين أو مجموع المكعبين. بما أنه ناقص راح نحلل إلى فرق المكعبين، لكن هذا العدد الأول ما مربع وهذا العدد الثاني ما مربع، فشلون أصنع من عدن مربع؟ هنا عندك خيارين للحل. قلت مكعب. مكعب عفوا، أي بالضبط. فهنا عندي خيارين للحل. أسأل نفسي سؤال، أقول هذا العدد يعني أضربه في شقد؟ في 2 على 2، إيش ينتج لي؟ ينتج لي 1 على 2 في للأس 3 ناقصا 8 على 2. هنا أقدر أسحب الواحد على 2 كعامل مشترك خارج قوس 1 على 2، ويصير عندي في تكعيب ناقصا 8، وهذا يتحلل إلى فرق المكعبين. الطريقة الأخرى، أجي أضرب هذا المقدار في شقد؟ في 4 على 4. هذا يصير عندك 4 على 8 في تكعيب ناقص هذا من هالجهة باقي بس 4، وأسحب الأربعة عامل مشترك، فيصير عندك تفتح قوس يصير عندك في تكعيب على 8 ناقص 1. هذا الحل صحيح وهذا الحل صحيح، وتستمر أنت بالحل مالتك. طبعا هذا نانا تقول نصف جذر من الأول إشارة من الوسط جذر من الثاني تكعيبي 2، وتفتح منها مربع الأول عكس الإشارة 2 الأول في الثاني زائد دائما مربع الأخير. هذا نفس الحال يصير صح. الحلين صورتهن تختلف ولكن حلين يعتبران صحيحات. الأربعة جذر الأول التكعيبي في على 2 ناقص 1، والثاني يصير في تربيع على 4 عكس الإشارة في على 2 وزائد دائما مربع الحد الأخير اللي هو 1. وشكرا دكتور. أحسنتم أستاذنا الفاضل، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة لأبنائنا الطلبة. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. عفوا أستاذ، عندك فد ملاحظة يعني تبينها لأبنائنا الطلبة؟ يعني عندي بس مال اتصال. نعم أستاذ، عندي بس مال جانا اتصال. نعم. حسين من كربلاء، تفضل يا حسين. تفضل حبيبي. العفو استاذ، انا اريد تفهمه عن الفرضيات. في مثال شوي ما فاهم الفرضيات ولا زحنا استاذ. هذا استونا حلينا الفرضيات. هذا فرضيات حلينا هذا استونا هذا حلينا. اذا تريد تقدر ترجع بالبث المباشر على اليوتيوب تلقى استوى حل الاستاذ، مو مشكله اذا صار مجال يحل لكم واحد. ماشي ماشي. بعد عندك سؤال اخر هني حسين؟ حسين عندك سؤال اخر؟ يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال. ما أدري بعد إذا يعني بالنسبة لموضوع اللي سألوا عنه طلبتنا، يعني هسه اللي سألون كلهم جاوبنا. جاوبنا نعم. بس بقى الأعداد الكسرية هسه نحل لهم سؤال. دقيقة. معانا صادق من كربلاء، تفضل يا صادق. السلام عليكم. عليكم نعم. السلام ورحمة الله حبيبي. يا هلا. أنا استرعد في السؤال. أي تفضل. سؤالين يعني. تفضل. السؤال الاول يقول لي حل المتغيرات القيمه المطلقه، عندي بس مستقيم الاعداد، شلون يعني اعرف ان اسوي ذم الاسهم لداخل الخط؟ جابته سريعه لو بعدين. القيمه المطلقه متباينات القيمه المطلقه، اريد اعرف الاسهم والاعداد شلون يعني يسوي الفترات يعني. اي شلون يعني جواب سريع يعني مثاليا لازم شبوره. ماشي يجاوبك بعدين. بعد سؤال اخر عندك صادق؟ شنو هو؟ تفضل. السؤال الثاني قال لي المتباين انه ارسم هذا سام احداثي
الاحداث تريد يعني ترسم احداثي اخر شيء؟ ايه اي هذا شويه عنده صعب السؤال. ماشي 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 ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله ممنونين. معانا امير من كربلاء، تفضل يا امير. الو الو نعم تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل حبيبي. استاذ الفصل الثالث موضوع حل هذه المعادلات بالقانون العام. يعني قصدك الدستور. طريقة الدستور. امير قصدك الدستور قانون العام؟ نعم نعم استاذ نعم استاذ. يقصد الدستور. ماشي. هذا هذا بسيط. هذا سؤال هذا سؤال مهم. ان شاء الله هذا من الاسئلة المهمة اللي يجون. معانا حسين من كربلاء، تفضل يا حسين. بس المعادلات تقف. المعادلة. المعادلة شنو؟ مسألة المسألة ما تقف. مسألة ما تقص الوذر بالطقس. اي نعم بسيطة بسيطة. معادلتين آنين. ماشي 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 اوكي احمد. ممنونين ان شاء الله الاساتذة يجاوبوك عن سؤالك. نعم معانا حسين من الديوانية. الو حسين حبيبي تفضل. حسين من الديوانية اهلا وسهلا تفضل. متتعب. عليكم السلام حسين. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لا بس المتتابعات موضوع المتتابعات. متتابعات تقصد. اي هذا موضوع مهم. نعم بسيطة ماشي ان شاء الله الاساتذة ما يقصرون يجاوبوك عن سؤالك. نعم ماشي. معانا زينب من البصرة. زينب من البصرة تفضل يا بابا. زينب بس شرح موضوع تركيب العمليات في تركيب الجمل العددية. شلون شلون زينب؟ عيد السؤال ايه؟ بابا زينب. ترتيب العمليات على الجمل العددية. الجمل؟ اي يعني ايه؟ الموضوع الأول الفصل الأول. ماشي. يعني فهمت السؤال. ماشي ماشي زينب ماشي. ماشي. أهلاً وسهلاً إن شاء الله نجاوبك عن سؤالك. مجتبى من كربلاء، تفضل يا مجتبى. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً عليكم حبيبي. السلام. عليكم السلام. أستاذ بس على التركيب. تفضل. مال التركيب. التركيب؟ تركيب هذا قلت لك عليه استاذ تركيب. ماشي ماشي مجتبى ماشي بسيطة. ان شاء الله ان شاء الله يجاوبك عنه الاستاذ. معانا عبد الله من الكوت، تفضل يا عبد الله. تفضل عبد الله. استاذ المسائل المهمة بالرياضيات. هن ذني كل المهمات اللي يسألون عنهن واللي حلوهن الاساتذة كل ذني مهمات ركز عليهن. احنا هنا بدنا نركز على ذن المهمات والطلاب هم يسالونا عن المهمات بس تابعنا 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 الاخير مجتبى عبد الله تابعنا الاخير انه كل اللي بدنا نشرح المهمات ان شاء الله. نعم استاذ. سالوا عندي سؤال بعد. اسال سؤالك يلا استاذ. هل كاتب بالرياضيات صفحه 80 بالاخير هل المعادلات التاليه في ار باكمال المربع وجد الناتج بالتقريب لاقرب عدد صحيح؟ اي صح موجوده هسه عندك ما عندي اي ترى ما صار زحمه. اي ماشي ماشي. معانا من حوراء من بغداد. حوراء تفضلي بابا. حوراء يلا. الو نعم عليكم السلام ورحمه الله تفضلي بابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تفضلي استاذ. عندي سؤال. اي ثينك تشالنج. سؤال وين اذا ممكن؟ واضح السؤال. ما اسئله شنو تفضلوا شنو بس حوراء اسئله اسال. تفضلي تفضلي. المسائل شنو هي المسائل المهمه اللي يعني تجي من الوزاره؟ ان ذني كل المهمه حوراء. انا قبل شويه قلت بالبدايه قلت هذني باع هسه راح اعدد شلون الحذف والتعويض. وكم مسألة تجي يعني بالحظ؟ تقصد المسائل تريد ترشيح من عندنا نرشح. مو احنا ما نقدر نلعب لعبة حظ ونتلاعب مستقبل الطالب. كل سهل. كل المهمات كل السهلات وواحد فوق كل من عندنا. كم مسألة تجي بالامتحان؟ كم مسألة؟ هن ذني مضمونات على اكثر ايه؟ على اكثر مسألة من كل المواضيع ايه؟ وممكن تجيك يعني هذا شيء مؤكد انه اخر موضوع بالفصل الثالث الموضوع السابع خطة حل المسألة تجي من عندنا مسألة السابعة. نعم اي فال العام الدور الاول اجتي مساله البايسكلات واجتي مساله الحيوان الغرير.
بابا هم كل ذني مهمات. احنا كل المهمات يعني ما نقدر نقول شباب فلان وانت لا تقريها خاف تجي الدوره تعال. لا حوراء بابا لا يا ما عندنا مشكله هم يعني حق اجلس تسالين بس هم الاساتذه الاشياء المهمه اللي يركزون عليها والطلاب اللي دي يسالون الاستاذ هو من يمه يقول ايه هذا السؤال مهم هذا مهم يعني هو دمن قال لك مهم يعني هذا مو يعني من دا يسالون الطلاب انا دا اقول لك هذا مهم اقول ايش ذاك مهم هذا ركز عليه ايش دا اقول لك هسه من دا يسالوني شوف يعني تقريبا مثلا يجيبون مساله واحده يعني على كل الاسئله لو اكثر اي واحده مساله 10 درجات اي طبعا 10 درجات قابل للتركيز هذا تقدر تترك يعني هي دائما تصير اغلب الاحيان تصير بالفرع اللي سؤال اللي بفرع ترك اي يعني يجيب لك اي بي سي يجب عن احد الفرعين انت تقدرين تركيها اذا ما مسافر يعني عليها يعني لا تخوفون من المسائل فتشي مو فتشي يعني اي لا لا هو ان شاء الله حوراء فهمتي فهمتي يعني تقدرين تركيها مو الا تجاوبيها مو شرط يجوز السؤال بفرعين نعم هلا بيك اهلا وسهلا بابا عفوا مثال نكتفي حتى خلينا نكتفي بال انا هسه راح لهم واحد نكتفي حتى نقدر نجاوب على الاسئله انا راح اكتب واحد مال تفضل استاذ حتى اشوف استاذ محمد اسولف وياه استاذ محمد ما ادري بالنسبه لل يعني الاسئله اللي يعني من خلال ما شفت سؤالت الاخت حوراء قالت انه الاسئله المهمه كذا وشلون يجوز يعني يعني اسئله متوقعه من الطلبه يردون من عندك الجواب. اي متوقعه مو هي السؤال مشكله احنا نخاف نحكي حكي وينحسب علينا بعد. لا 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 احنا ما نخاف نرشح مجموعه نخاف اي. لا لا ما نرشح احنا نرشح شنو بناء على كموضوع. على تكرارها. اي اي. بناء على تكرارها اخو هي جايه مساله الغرير سابقا. يعني انا راح احكي في الكلام بس اتمنى ما ينحسب علي هذا. لا يعني الوزاري مصلحه الطالب. الوزاري دكتور مثل ما تعرف ما يجيب الا 10 درجات على خطوه. فالمسائل اللي تنحل بخطوه ما اعتقد تجي انا تصوري بس لين حسب هذا علي فد مستند بعدين هاسر محمد قال قد يجيك فرع صغير بس هي كمساله تحتاج انه العشر درجات فد خطوتين ثلاثه حتى توزع العشر درجات بشكل صحيح عليها صح بس هو مو تصير بس قوسين شلون اقسم العشر درجات على القوسين مثل التحليل سطح على خلص الناتج قبل شويه لما حليت المساله ذكرت فد شيء لطيف قلت له للطالب هاي بالاخير مجموعه الحل حرمات ما تكتبها يعني او تنساها ما تكتبها راح تنقص منك درجه اي نعم نعم فهاي المسائل الدقيقه اللي مجموعه الحل نسميها احنا الفنيه القضايا الفنيه القضايا الفنيه مجموعه الحل بالمسائل يعني مو الا يكتبها الطالب استاذ مو هي مثلا المساله تطلب طول وعرض فد بعد معين أي. لما يتنتج الطول والعرض زين شلون يخلي مجموعه حل فهو فقط طول هذا يساوي كذا عرضه يساوي كذا هو قايل لك اكتب لا مجموعه الحل اكتب مجموعه الحل للمعادلات فقط المعادلات اي إيه اللي هي مو مساله نعم إيه؟ فقط بالمسائل إيه؟ ما تكتب مجموعه الحل يذكر انه طبعاً طبعاً شرح طبعاً الموضوع طبعاً طبعاً وبعض المسائل ايضا تهمل السرعه لما تكون سالب هي مساله البايسكلات ومشابه لسؤال السفينه اللي صاير باول موضوع فقره تعلم اول موضوع بالفصل الثالث هذا هنا إيه؟ تهمل السرعه السالبه لان السرعه هنا تعتبر كميه مقداريه اي فالسالبه تهمل وهواي اكو امور تهمل مثل لما يطلع لك الطول سالب الطلاب اللي يحل الطول سالب لازم يهمل السالب ياخذ الموجب موجب طبعا ايوه من عنده يعوض العرض وهكذا هواي اكو يعني تركيز الوزاري على القضايا يعني قد الطالب ما منتبه لها يعني عموما المسائل اللي بيها خطوات حل انا اعتقد انه هاي المسائل مهمه وتتكرر كثيرا نعم نعم بس انه مساله بس جوابها كلمه كلمتي يعني ما تصور زين سؤال اخير نعم انا داك لا بالعكس هذا احكي لك بلسان الطالب بلي بلي بالضبط بالنسبه القانون انا مثلا هاي مساله تنحل بقانون مثلا الدستور نعم هل واجب علي اكتب القانون اول شيء قبل ما احل نعم يعني حتى يعني فرضا مو مطلوب بس انا بدي اكتبه اكيد ماكو مشكله حتى على ضغراره او اخليه هو هذا قدامي لا استاذ بالوزاري لازم القانون ينكتب لازم اذا مشيت انت بطريقه الدستور تكتب القانون ايه نعم الدستور ايه نعم او تكتب الصيغه التربيعيه اول شيء من يجيك المعادله فوق انه حلها بطريقه الدستور تصفط اي اكس تربيع نعم زائد بي اكس زائد سي يساوي صفر صح خليت الصيغه طلع الاي والبي والسي ثلاثتهن
عزلتها على صفحه، اكتب الصيغه العامه اللي هي الصيغه التربيعيه اللي هو الدستور. مو هي هاي حتى ايه. شنو الطالب يكتب الدستور مالته، الدستور جدا ضروري لان هذا يعتمد عليه حتى درجات عليه طبعا، ويجي يعوض اذني الاي والبي والسي بالدستور مالته، يمشي بالخطوات مال الحل الى ان يطلع له اما كذا اما كذا، يكتب بالنهايه مجموعه الحل. يعني بالمعادله شكو معادله لازم تكتب مجموعه الحل، مجموعه الحل عليها درجه ومهمه جدا. احسنتم استاذنا احسن. ما ادري قبل شويه سالتك قلت لك طلاب المتميزين عندك فد حوار وياهم فد يعني فد شيء تنبههم عليه مثلا؟ طلاب المتميزين يعني حتى اسئلتهم تختلف يعني قلت لي عليه. لا هم يعني مستوى السؤال مالتهم يعني واحد من عندهم واحد من الطلاب اي قل سالني قال استاذ كم حاله هملت السالب بالكتاب كله؟ قلت له هملنا السالب بالمساله اللي هسه ذكرتها بالبدايه، تركيب التطبيق مال اكس يساوي 33 فايش قد قيمه اكس؟ هنا جي اوف الاكس يساوي اكس تربيع موجوده للمساله ذكرناها قبل شويه. فهذا هنا تهمل الحاله السالبه، قلت له هاي حاله من عدل، ليش؟ لان التطبيق بادي من ان الى ان. فيعني الان ما بيها مجموعه العدد الطبيعي ما بيها سالب فتهمل هاي حاله. قلت له الحاله الثانيه شكو مساله بالكتاب بيها طول يطلع سالب وموجب تهمل السالب تاخذ الموجب. قلت له المساله مال السرعه اللي بيها سالب وموجب تهمل السالب تاخذ الموجب طبعا. فهاي المسائل اكو شيء عندك نهمل الموجب وناخذ السالب اكو شيء بعد هسه حاليا ما موجود بكتابهم كتابهم ماكو ان شاء الله على الخامس الاعدادي يحصلون الجواب اكيد يهمل الموجب ما يحقق الحل يحقق السالب. احسنتم استاذنا الفاضل. ما ادري استاذنا جاهز ان شاء الله تفضل. استاذ علاء سالونا الطلاب باستعمال القانون العام. القانون العام يعني يقصد الطالب القانون العام معناته الدستور، معناته الدستور. اذا هنا حدد لي باستعمال القانون العام لازم تستعمل القانون العام. القانون العام عزيزي الطالب انت تعرفه، اول شيء هذه المعادله اجعل معادله ارتبها حسب قوى اكس او واي، يعني يصير بهالشكل الحل 2 واي تربيع زائد 3 واي، ارتب المعادله ادخل 2 على المعادله هي موجب راح يصير سالب 2 يساوي 0، 2 واي زائد 3 واي بس 2 موجب دخلتها صار السالب 2. هنا أنا عزيزي الطالب اجي اطلع الاي والبي والسي بهالشكل، اي واي تربيع زائد بي واي زائد سي يساوي صفر، اجي اقارنها ويا المعادله العامه. المعادله العامه هنا واي تربيع واي، يعني الاي ايش قد عزيز الطالب؟ الاي 2، الاي 2، البي ايش قد؟ 3، هذا البي يساوي 3، السي ايش قد؟ 2. اذا قلت 2 خطا وحرامات استاذ علاء من البدايه يروح لك خطا زين. اي شوف هنا الاشاره مثل ما قال زميلي، هنا الاشاره كلش مهمه. اي اذا ما خليت سالب 2 من البدايه راح يصير حل خطا. اكتب سالب 2، هذا هسه حدد الاي والبي والسي. اجي اكتب القانون مالتي، القانون هو بهالشكل واي يساوي ناقص بي زائد او ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي، هذا هو الدستور. طبعا اذا ما حافظ الدستور ما راح تعرف تحل المعادله. هذا هو الدستور، بيتر ناقص بي زائد او ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. طبعا انت ذني كلهم محددين بس مجرد تجي تعوض ارقام راح يصير عندي عزيز الطالب هالشكل، واي يساوي ناقص البي ايش قد عندنا؟ البي 3، طبعا السالب تنزلها والبي انزل 3 موجب سالب تحت الجذر بي، البي ايش قد؟ 3، بس شنو عندي 3 شنو؟ 3 تربيع. احسنت، 3 تربيع ناقص 4. طلاب بين الاي والسي والاربعه كله شنو؟ اكو ضرب، خلي ببالك اربعه في اقواس. ايش قد الاي؟ 2، كل زين. ايش قد السي؟ سالب 2. ليش اقول لك الاقواس تفيد هنا؟ سالب 2 على 2، هم الاي
الاي ايش قد؟ اثنين، هذه الاي اثنين، واضح؟ هسه واي يساوي سالب ثلاثة تنزل زائد او ناقص تحت الجذر ثلاثة تربيعها. يجي الطالب ثلاثة تربيع شو يكتب استاذ علاء؟ ستة. اي حرامات، زين؟ هاي دائما الطالب يخطئ بها. كتب ثلاثة تربيع كتب ستة. تسعة ناقص. أول شيء سالب في السالب موجب. اثنين في اثنين أربعة. أربعة في أربعة ايش قد صار؟ 16. اثنين في اثنين جوا ايش قد؟ أربعة. واي يساوي سالب ثلاثة تنزل موجب سالب. إذن ايش قد مجموعهم تحت الجذر؟ 25. أحسنت، 25. 25 على ايش قد؟ على أربعة. جذر 25 انت راح تقول علم علمونا يا اساتذه الجذر 25 بعد منها جاي موجب سالب، بس هو شنو هو هنا شكو استاذ علاء؟ هو اكو موجب سالب، بعد ماكو حاجه موجب سالب، هو اكو ايش قد؟ بعد هي موجب سالب راح تكتب واي يساوي سالب 3 موجب سالب جذر 25 عزيز طالب 5 على 4. هسه هنا ايش راح تسوي؟ اما 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 الواي شو يساوي؟ مره ايش اخذه؟ موجب ومره اخذه سالب، راح يصير سالب 3 سالب 5 على ايش قد؟ على 4 يساوي سالب 8. احسنت، سالب 8 على ايش قد؟ 4. 4 اكو اختصار؟ لا اختصار على ايش قد؟ على 4 على 4 على 4 على 4 هاي بيها 1 وهاي ايش قد بيها؟ كم 4؟ 2 2 واضح؟ هسه صار عندي صار عندي هنا انا صار عندي سالب 2 او واي يساوي نجي على الموجب الموجب كل الزين سالب 3 زائد ايش قد؟ سالب 3 زائد 5 على 4 ويساوي اشارات مختلفة نطرح وناخذ اشارة الاكبر راح ايش قد يصير عندي؟ 2 على ايش قد؟ على 4 هم اكو اختصار على ايش قد؟ على 1 العفو على 2 هذا بي 1 هاي كم 2؟ بيها 2 ايش قد طلع عندي الناتج؟ نص. هنا ملاحظه استاذ علاء دائما الطالب مو يطلع له مثلا كسر لو هاي ايش يقول؟ يقول حلي خطا. ليش حلك خطا؟ ما امشي عادي هذا طلع. هذا مو رقم لو مو رقم؟ رقم نص. هذا سالب 2 زين من طلع مو عنده رقم طلع هنا طلع عنده كسر شو يسوي؟ اشوفه يمسح يمسح يقول ليش ماكو مشكله هذا رقم هذا رقم نص. هسه راح تكتب هنا مجموعه الحل اس تساوي ايش قد طلع عندي؟ سالب 2 فارزه نص. استاذ هنا اخلي اقواس؟ لا ما اخلي اقواس. ليش ما اخلي اقواس؟ لان هي بس قيمه واحده. من هي؟ قيمه منو؟ بس قيمه واي. قبل شوي شنو كان عندنا؟ كان عندنا قيمتين اكس وواي. هذا عزيز طالب يا طريقه بطريقه شنو؟ الدستور. واضح؟ استاذ علاء بس لونا بعد على المتتابعات. هذا هم موضوع مهم كلش مهم ويجي عليه 10 درجات 100% ان شاء الله بالاسئله الوزاريه باشر. المتتابعات هنا اكتب الحد الحادي عشر من المتتابعات الحسابيه. هاي متتابعه حسابيه 3 سالب 1 سالب 5 سالب 9 الى ما لا نهايه. هاي متتابعه حسابيه. اول ما اجي عزيزي الطالب ايش راح اسوي؟ راح اطلع الحل راح اطلع الاساس دي. الاساس شو يساوي؟ الاساس يساوي الحد الثاني الحد الثاني ناقص يا حد الحد الاول والحد الثالث ناقص الحد الثاني والحد الرابع ناقص الحد هذه واحد من الامور اللي يخطئون بها يطرحون ثلاثه ناقص سالب أحسن واحد أحسن لازم يطرح هو الحد السابق من القبل بالضبط. انا ليش اختاريت هذا؟ لان بي سالب وبي موجب بالضبط أي. بالضبط عاشتي. انا ليش اختاريت هذا؟ وهذا موجود بالاسئله الوزاريه نعم موجود. يمكن اي 2019 نعم اي زين. هسه الاساس راح شو يساوي؟ دي الحد الثاني وينه؟ سالب واحد ناقص الحد الاول الحد الاول اللي هو 3 راح شو يساوي؟ سالب 1 وسالب 3 راح ايش يطلع عندي؟ سالب 4. هذا الاساس هذا الاساس نعم. عندي اي منو؟ اي هو الحد الاول. الحد الاول ايش قد؟ الحد الاول اللي هو 3 زين. هسه يريد يا حد اكتب الحد الحادي عشر. الحادي عشر انا اجي اكتب القانون يو ان يساوي اي زائد ان ناقص واحد دي.
هذا هو عزيزي الطالب، هو قانون المتتابعات، هذا قانون المتتابعات. يو ان يساوي الحد الاول زائد ان ناقص واحد في دي. انا ذني كلهن حددتهن وكلهن مسيطر بيهن وكلهن موجودات عندي، يعني الكل موجود. هسه الاي الحد الاول، ايش قد الحد الاول؟ هذا الحد الاول اللي هو ايش قد؟ يساوي الحد الاول ايش قد؟ هذا 3، حددته 3 زائد ان. ان منو؟ الان شو يقول لك؟ اكتب يا حد، هذا يا حد الحد الحادي عشر، الحادي عشر هذا شو يساوي؟ يساوي ان. راح اكتب هنا 11، الحد الحادي عشر 11 ناقص 1 دي، طلعت الاساس ايش قد هو؟ سالب 4، سالب 4 مثل ما قلنا يا حد يريد الحد الحادي عشر ويساوي. بس استاذ علاء مجرد بس عوضت ارقام الحد، هذا القانون بالضبط. هاي منه الحد الاول ايش قد؟ هذا 3 زاد ان ايش قد؟ يا حد يريد، هو يريد يا حد الحد الحادي عشر، الحادي عشر يعني ايش قد؟ يعني 11 ناقص 1 هذا قانون مش دي الاساس، وين الاساس؟ هذا سالب 4. مجرد بس ضرب وجمع وقسمه وفك الاقواس، 3 زائد 11 ناقص 1 ايش قد؟ 10، في ايش قد؟ سالب 4 ويساوي 3. هسه 4 في هاي ضرب 4 في 10 40، بس عندك سالب في الموجب سالب، وش اكتب؟ 40 ويساوي. هسه عزيز طالب نطرح وناخذ اشاره الاكبر سالب 37، احسنت سالب 37 هذا يا حد الحد الحادي عشر اللي هو يريده، هذا هم جاي بالوزاري اتوقع 2018 استاذ علاء. احسنتم استاذنا، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. ما ادري استاذنا عندك مساله؟ خل امسح الصوره حق هذا الطالب اللي سال. جيد يلا تفضل استاذ. هي بعض الاحيان الطالب هم يخطئ استاذ، يعني مثلا هذه قولتك مات النص يشتبه يقول هذا خاف، هذا شوفه يمسح استاذ علاء، يمسح حرامات ابا عليه يمسح كل اللي طلع عند النص. طيب يصير اكو بعض الاحيان، ما ادري هذا سؤال من عندي انا، نعم اعتبر لا لا بالعكس طالب يسأل بالعكس. الفي الضرب علامه الضرب هم يصير عنده خلط بينه وبين الاكس. هم شوف ليش نوبات استاذ علاء، ليش نوبات يخلون اقواس؟ يخلون اقواس ليش؟ لان نوبات الموضوع كله باكسات. نعم. فشي يخلون؟ يخلون اقواس. يعني شوفه شوفه بالموضوع من تجي الشرح الكتاب تحاطين بس اقواس، ليش؟ لان اذا خلالك فيه وخلالك ضرب راح يصير الخلط بين الاكس والواي. ونوبات شي يخلون؟ يخلون مكان الاكس، مكان العفو الضرب، يخلون نقطه. نقطة ها. نقطة معناتها ضرب. يعني هاي لازم يعرفوها. اي لازم يعرفوها. اي شو يخلون؟ يخلون مكان الاكس العفو مكان الضرب مثل ما سالني استاذ علاء، يشيلون الضرب يخلون نقطة، نقطة تتمثل ضرب. ضرب. اي نعم استاذ. يعني هاي اغلب الاحيان مثلا بالوزاري مثلا هو بالوزاري هنا شو شوف هسه مثلا على سبيل المثال. اي هاي هسه مثلا هاي استاذ شوف هاي هسه هاي شو مبينه؟ في شوف مبينه نوبات مبينه. اي يعني هسه هنا مثل هيك حاله هاي هي بين اكس وهاي، شوف هاي الفرق بين هاي الاكس وهاي الاكس استاذ علاء. هذا الاكس شي خلون بيها ميله شويه بالاكس. شوف استاذ هنا الاكس. نعم نعم. هذا اكس وهاي ضرب. اي نعم. أي يخلون فرق بيها بالش اسمه. اي هاي حتى موجوده بالحاسبه، بالحاسبه ترى اكو فرق بين الاكس وبين بين الضرب بالحاسبه، تلقى مثلا من تخلي ضرب تلقى الضرب خطين مايلات، بس بالاكس تلقى الاكس شنو؟ الاكس بها فره بالاكس بالخطين. نعم لا يكون يصير عنده فد اشتباه بالنسبه للطالب. طيب يعني من ضمن الاسئله اللي سالونا طلاب فد ملاحظه ممكن يعني تجاوبه يعني شفهيا. نعم بالنسبه سالنا مجتبى من كربلاء. اي نعم مجتبى من كربلاء سالني على التركيب. التركيب مجتبى بعض. بالنسبة للتركيب، التركيب ترى نوباتي يجيب لك سؤالين، نوباتي مطيك الناتج ويريد قيمة اكس، دير بالك عليها مجتبى. بالنسبة للتركيب سيني قال الأستاذ أريد على التركيب موضوع سؤال. بالتركيب يطيك قيمة التركيب ويقول لك أريد جد قيمة اكس. هنا منو مجهول؟ مجهول اكس. نوبات شي يقول لك؟ يقول لك لا يطيك الاكس ويقول لك جد قيمة التركيب. خليها ببالك. فهنا سؤال عكس سؤال، هذا بالنسبه لموضوع التركيب. ودائما التركيب
عزيز الطالب دائما في التركيب يجي عليه سؤال 10 درجات 100% اذا مو 20 بالنسبه للتركيب استاذ علي. اي زين يعني دائما يجيبون بالوزاري يعني بالوزاري لو سؤال هنا سؤالين جاي على الموضوع التركيب زين فخلي بالك عزيز طالب بالنسبه للتركيب مهم جدا مهم زين هذا سالني عليه مجتبى من كربلاء. نعم استاذ احسنتم. اين استاذ محمد جاهز ان شاء الله؟ الطالب قبل شويه سال على السؤال مال فقره تحدي الثينك او تشالنج باستخدامك مال مربع كتبته باللغه العربيه اوجد مجموعه حل التالي وقرب الناتج لاقرب عدد صحيح. احنا اكو فد ملاحظه كلش مهمه بطريقه اكمال مربع اعزائي الطلاب، اهم شيء لازم معامل حل اكس تربيع لازم تسوي واحد. يعني اذا عندك فد اربعه هنا فد اثنين قسم المعادله على هذا المقدار، فقبل لا ندخل هذا الاربعه اكس على القوس راح اقسمه كله المعادله على اربعه، ومثل ما قلت لكم المعادله تقدر تقسمها على اي رقم عدا الصفر وتضربها في اي رقم عدا الصفر، فقسمتها على اربعه حتى اخلص من هاي الاربعه، هنا ممكن اكو اختصار ويتوزع هذا الاكس بالداخل. يصير عندك اكس تربيع ناقصا 6 وبهالطرف صار عندك 27 على 4. طريقه اكمال المربع اذا موجود الحد الثالث هنا ويا ذني لازم تنقله للطرف الاخر، واذا اكو معامل للاكس تربيع لازم تقسم المعادله على معامل الاكس تربيع. يبقى اختصار يعني لازم عندك الاكس تربيع المعامل مالته 1 والحد الثالث بهالطرف هذا. انت هنا شو راح تسوي؟ راح تصنع المربع بشنو؟ باضافه نصف عفوا هذا اكس اي هذا اكس باضافه نصف معامل الحد الوسط تربيع للطرفين، يعني ناش اضيف اقول هذه المعامل مال الحد الوسط اقول زائد 6 على 2 الكل شنو؟ الكل تربيع، 6 على 2 كل تربيع شو يسوي؟ 6 على 2 صار 3 التربيع شو يصير؟ يصير 9، فراح اضيف 9 للطرفين راح ينصنع من هذا الطرف شنو؟ مربع كامل، يصير عندك اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 9 يساوي لي، هالطرف يصير عندك 27 على 4 زائد 9. هاي الجهه صارت مربع كامل يسموها بيرفكت سكوير، اكس جذر من الاول، اشاره من الوسط، وجذر من الاخير 3 والكل تربيع يساوي. الطرف الثاني نجمعها ذني جمع اعتيادي، تريد هاي تضربها في 4 على 4 حتى تواحد المقامات تضربها، تريد تضرب الاربعه في 9 وتجمعها بالبسط يصير عندك 36 زائد 27 يصير 63 موسى. نعم. نعم. 63 على 4. هسه المعادله مالتك جاهزه لانه تجذرها. فتجذر الطرفين هنا راح ينتج عندك هذا الطرف بدون التربيع مالته، التربيع يروح ويا القوس، يصير عندك اكس ناقص 3 يساوي. هذا الجذر يتوزع على البسط وعلى المقام، بالنسبه للمقام راح يصير عندك فقط 2. بالنسبه للبسط ال 63 ما تنجذر، ما تطلع من الجذر، فش اسوي؟ اجزئها هي حاصل ضرب من شنو شنو صايره؟ صايره جذر 9 وجذر 7، فاذني يتوزع الجذر عليهن، 9 في 7 يصير شنو؟ 63، وقدامهن هاي اهم شغله لا تنساها شنو؟ اكو عندك موجب سالب، للمعادله التربيعيه لما تجذر الطرفين يطلع عندك موجب سالب. هسه تلقي جذر 9 ايش قد يصير قيمته؟ يصير قيمته 3، وتعبر لي هاي الثلاثه للطرف الاخر. اكس يساوي لي 3 زائد ناقص، هاي كانت سالب عبرت صارت موجب، وعندك بالبسط 3 جذر 7 على 2، تكمل قبل ما تبدي بالاما والاو تكمل تبسيط هذه الى اخر ما يمكن. فهذا ايضا نفس الحاله، 2 في 3 يصير 6 زائد ناقص 3 جذر 7، يعني يقول اكس يساوي لي المقام مالتهن 2 والبسط مالتهن 2 في 3 6 زائد ناقص 3 جذر 7 على 2. هنا بدي اقول لك قرب الناتج لاقرب عدد صحيح، احنا نعرف انه جذر 7 يطلع لنا 2.6 تقريبا، بعمليه تقريبيه يطلع 2.6. يعني اكو مجموعه جذور، جذر 2 وجذر 3، جذر 5، جذر 7، الاقل من 10، اظني ضروريات تحفظهم. لان مبينات نعم. بالضبط. فهذا لما اريد اني اقرب الناتج لاقرب عدد صحيح، اني اقرب جذر 7 مباشره اقرب اعتبره 3. فللتقريب الاكس هنا نقول يقرب الى قيمه 6 زائد ناقص 3 جذر 7، قلنا ايش قد راح نقربه؟ راح نقربه نسويه 3. يعني هو دا يقول قرب الناتج. على ايش قد؟ على 2. 3 في 3 ايش يصير؟ ال 6 عفوا اكس يساوي لنا 6 زائد ناقص 9
على شنو؟ على اثنين. هسه تبدي وراها تقول اما او تقول اما الحاله الاولى الاكس يساوي 6 زائد 9 على 2 مو تمام صار؟ نعم صار. 6 زائد 9 على 2 يصير النتيجه ايش قد؟ الاكس يساوي شنو؟ 15 على 2. 15 على 2 بالتقريب شو تصير؟ 7.5 تصير ايش قد؟ 8. او الاكس يساوي لنا 6 ناقصا 9 على 2 وايضا 6 ناقصا 9 يصير سالب 3 على 2 وبالتقريب شو تصير؟ تقربها الاكبر عدد يعني 1.5 يصير اكس يساوي بقيمه تقريبيه 2 نقول الاكس يساوي سالب 2 والمجموعه الحل السوليوشن سيت تساوي سالب 2 و8. هاي بالنسبه للمعادله لان قال لي تقريب. هو لو ما قايل تقريب لهنا الحل نسوي له اما او وينتهي كمجموعه حل نكتبهن مباشره، بس لين قال تقريبا انا ما يحاسبك سواء اعتبرت لي الجذر السبعه 2.6 اعتبرت 2 او اعتبرت 3 ماكو فد مشكله. أحسن. ابو الوزاري يعطيك الدرجه الكامله لان هو ما قال لك انه اذا علمت ان جذر سبعه كذا يساوي بالاسئله، فقط قال لك جذر سبعه، فانا هنا حر الاختيار اعتبرت 3 اعتبرت 2 ولا هو يتقرب للثلاثه افضل. زين بالنسبه لتركيب التطبيق طالب سالنا قلنا هذا السؤال اجى العام بالوزاري دور ثاني للمتميزين وقبل كم سنه ايضا اجى للطلاب مال ثالث باللغه العربيه جت الاسئله. هنا تركيب التطبيق يقول لك اذا كان اف من ان الى ان هذا ضروري تعرف من بابا هذا يصح له المجال هذا المجال وهذا المجال المقابل لازم ذني تعرفهن اثنيناتهن لان احيانا تجيك الاسئله مو بس تركيب تطبيق يجيك انه بين نوع التطبيق فانت لما تجي تبين نوع التطبيق ضروري تعرف مجالك ومجالك المقابل. الاف مال اكس الداله هي 2 اكس زائدا 1 نجي نكتبها نحضرها اف للاكس تساوي 2 اكس زائد 1. الجي اوف الاكس تساوي اكس تربيع نجي نكتبها جي اوف الاكس تساوي الاكس تربيع. زين جد قيمه اكس اذا علمتها من طين التركيب اف كومبوسايت الجي اوف اكس ايكوال 33 عفوا يعني نجي نكتب هذه العباره كلها اف تركيب جي اوف الاكس يساوي شنو 33. هنا راح يدخل اول شيء الجي على الاكس باعتباره هو الاقرب راح يبقى الاف خارج قوس كبير بهالشكل هذا راح يصير عندي جي اوف الاكس بالبدايه لان باعتبار انه ذني اثنين تطبيقات هن كائنات رياضيه فاول واحد يلتهم الاكس هو هذا الجي يساوي النتيجه شنو 33. هسه الجي اوف الاكس لما يلتهم الاكس شنو ينتج؟ شنو ينتج بالسؤال معطينا اياه وعندنا كتابته احنا يلتهم الاكس ينتج شنو المفرزات مالته المفرزات مالته اكس تربيع فيطلع من جي اوف الاكس شنو يطلع من جي اوف الاكس اكس تربيع والنتيجه شنو يساوي 33. زين هسه الاف من ياخذ بس الاكس يسوي 2 اكس زائد 1 لما ياخذ الاكس تربيع شو يسوي؟ راح يخلي يقول اف بمكان الاكس الموجود هنا هو نفسه هذا هنا راح يصير يساوي مباشره نقول 2 في الاكس الموجوده راح يصير تربيع زائد شنو؟ 1 شو يساوي؟ 33 وينزل يدخل هذا التربيع عليها يصير 2 اكس يعبر الواحد يساوي 32 تقسم تربيع عفوا تقسم الطرفين على 2 يصير عندك الاكس تربيع يساوي 16. هنا لازم تجذر الطرفين الاكس تربيع يساوي 16 تجذر الطرفين الاكس راح يساوي موجب سالب 4. هنا تقول لي اما الاكس يساوي سالب 4 او الاكس يساوي موجب 4. هسه اسال نفسي سؤال مجال ومجال المقابل وين صايرات؟ انا عندي من ان الى ان لو كان عندي من زد الى زد اثنينات صحيحات تمام لو لا استاذ من زد الى زد اثنين لين يقبل الاعداد الموجبه والسالبه بس المجال مجال مقابل مالتي من ان الى ان بالتطبيقين فلذلك هذا السالب راح اهم لا اقول عليه شنو يهمل باللغه الانجليزيه ايش نكتب نكتب وهذا هو قيمه اكس بعد تركيب التطبيق اف او جي اوف اكس يساوي 33 4 شكرا استاذنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. مال استاذ حسام عندك بعد اسئله سؤالنا طلابنا لان ادركنا الوقت. اي استاذ شويه على السريع اذا ممكن. هو استاذ يعني تحتاج سبوره اكيد. اي هسه احنا كلنا حليناها ما بقى عندنا شيء استاذ. شنو عندك؟
إيه؟ هسه حل هذا تركيبي قلت لك عليه حل الاستاذ هذا التركيب اي زين بعد ما أنا بس ها وحوراء اسئلتنا على مود الفرضيات هم حلينا الفرضيات فرضيات حلينا يعني اذا اكو اتصالات خلينا نستقبل ناخذ لنا فد اتصالين ماكو مشكله نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على الارقام الموجوده اسفل الشاشه اعزائنا الطلبه ما ادري استاذ محمد يعني بالنسبه لهذه المواضيع اللي يعني الان شرحتون حضراتكم تقريبا اذني اهم الموجودات تقريبا زين انا اسالك سؤال حضرتك شنو السؤال اللي كنت تتمنى يسالوه الطلاب وما سالوه وكنت يعني تعتبره في السؤال مهم هو سؤال يسالوه الطلاب وما سالوه نعم واحد من عندهم مساله الطقس اللي سالت عليها هاي الطالبه مساله الطقس بها يعني مغالطه توقع الطالب يقول لك يقل عدد الايام التي تقل فيها درجه الحراره بتسعة عن الايام التي تزداد بها فهنا تفرض الايام اللي تقل بها درجه الحراره اكس وتفرض الايام اللي تزداد بها واي فتقول واي ناقص اكس يساوي شنو تسعة زين مجموع ايام الاكس زائد الواي هي ايام الشهر نفسها 31 يصير عندك واي ناقص اكس يساوي تسعة وواي زائد اكس يساوي 31 شهر جنيوري شهر الواحد وبالنتيجه تحل معادلتين انين ويطلع الناتج احسنتم هذا واحد من الاسئله شكرا استاذ معانا محمد من ذي قار تفضل يا محمد تفضل بابو محمد السلام عليكم عليكم السلام حبيبي اهلا وسهلا تفضل بس اذا وريت طريقه التعويض والحذف حلينا واحد حلينا محمد حلينا الحذف تريد نحل اذا لحقنا نحل بالتعويض ان شاء الله ماشي محمد حبيبي اذا تريد همين تقدر ورا ما ينتهي البرنامج تقدر ترجع بي على البث المباشر على اليوتيوب اول سؤال حلينا الحذف اول سؤال محمد تلقى الجواب موجود الاسئله معانا ايمان من كربلاء تفضلي يا ايمان السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا بنتي تفضلي هذا بس التطبيقات مال DOS استوى شرحنا استوى شرحنا الاستاذ المهم اذا ما لحقتي ما كنت معانا تقدرين ترجعين بالفيديو على شو يسموه على اليوتيوب ترجعين تشوفي رجع بالبث المباشر على الانترنت ترجعين تقدرين تحصلي نعم محمد من كربلاء تفضل يا محمد عزيزي محمد تفضل عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي سؤال عن البيان شنو السؤال طريقة البيان بيان وتعويض ماشي هسه راح اقول لك هسه هذا ما دام تسالون على التعويض احنا واحد على التعويض سهل هذا السؤال اللي حليناه نفسه اللي حليناه عليناه بالحذف نفسه راح احله بالتعويض استاذ ماكو نعم بعد سؤال دلل محمد دلل دلل لا شكرا ممنونين ان شاء الله الاستاذ سيحل لك نعم معنا احمد من بغداد تفضل يا احمد السلام عليكم عليكم السلام حبيبي تفضل يا احمد السؤال عندنا اي تفضل تفضل احمد عندنا مثلا مالت المسبح مال شنو؟ مسبح مال فندق بغداد مسبح مال فندق مسبح هاي المساله هاي المسائل الحياتيه ماشي ماشي احمد ماشي 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 مشكور رحم الله والديك ممنون ان شاء الله ماشي ماشي يلا عيني استاذ انا حلم هاي مال تعويض مال تعويض نفسه راح اعيده بالتعويض ماشي شو تقول اخذ غير سؤال ماكو مشكله على مود راوي الطالب شنو الوقت لان الوقت راح يدرس نعم استاذ راح حل واحد اي ماشي ماشي ما ادري استاذ محمد اذا عندك فد ايضاح على موضوع معين من المواضيع اللي قلنا عليه انه قلت لي بالنسبه قلت لك سؤال اللي تتمنى يسالوه ما سالوه نعم 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 قلت لي على موضوع الطقس وما ادري الطلاب ما سالوا عن اول موضوع بالفصل الاول شنو هو؟ اول موضوع يقول انه هذا تبسيط الجمل العدديه اللي بها كسور يعني يجيب الوزاري اكيد هذا كل وزاري جاي لا كل وزاري جاي متميزين وعادي طلاب عادي كلهم جاي اي نعم فهذا ممكن ايضاح له نعم هذا في التوضيح له نعم اعزائي الطلاب هوايه اكو طلاب اول ما يجيك هذا السؤال مال تبسيط تصور انه هذا السؤال باللغه الانجليزيه الكونجكيت او روتينج دينومينيترز يعني تبسيط المقامات تجذير المقامات او خلينا نقول عليه باستخدام العامل المنسب المقدار المرافق للعدد نعم. بالضبط لما تشوف السؤال مال التبسيط على نص السؤال تصرف اذا اجاك
استخدام العامل المناسب استخدم العامل المناسب. ما قال لك تستخدم العامل المناسب لا تستخدمه من عندك لان تتعقد المساله وتصير اصعب عليك بالحل. فغالبا بتكون هي تبسيط العمليات. تبسيط العمليات لما تسوي القوى والاسس بالبدايه والجذور على اعتبارها هي اسس كسريه، ومن ثم الطرح عفوا القسمه والضرب من اليسار اليمين، والجمع والطرح من اليسار الى اليمين، يكون ترتيب العمليات هذا يعني. نعم. الضرب أكيد. الضرب والقسمه بالبدايه بس اجراءه يكون من اليسار لليمنى. يعني قصدك يسرة الصفحه من اليسار اي من يسار الصفحه الى اليمين ياخذ باله انه الدفتر لا 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 لازم من اليسار الى اليمين يعني الدفتر باتجاه الكتاب مالتك من اليسار اليمين بالضبط بالضبط اي يعني على فمن المواضيع المهمه جدا انه تنتبه لي اذا قال لك استخدم العامل المناسب استخدم العامل المناسب. ما طلب من عندك بسط المقدار كما هو باستخدام ترتيب عمليات. اولا تجذر الجذور اللي تقدر حسب ما ممكن يعني احيانا جذر ما يطلع جذر تربيع ل 27 ما تقدر تكتب 3 راسا لا تقول جذر 3 في جذر 9 وجذر 9 3 يطلع 3 جذر 3 وهكذا يعني جذره جزئيا. شكرا جزيلا استاذنا. العفو استاذ. نعم استاذ حسام تفضل. هذا هسه اخر شيء يسوون على طريقه التعويض. التعويض هذا نفسه حليناه بطريقه الحذف. الحذف هاي شوف السؤال ليش ما كتبتها من السؤال. السؤال يجي بهالشكل بطريقه التعويض حل النظام الاتي بهالشكل يجي هيك السؤال. شوف محدد يا طريقه استاذ محددك بالتعويض. تعويض هسه قال لي اريد بالتعويض وهسه اخر شيء تقريبا 3 طلاب سالوني عن طريقه التعويض. هذا نفسه قبل شوي حليناه بالحذف. خلينا نشوف طبعا بالمناسبه حذف تعويض بيانين كله يطلع نفس الناتج. نفس الناتج بالضبط. هسه هنا انا عندي هذا اسميها رقم 1 وهذا اسميها رقم 2. بطريقة التعويض لو تروح للمعادلة الأبسط لو تأخذ المعادلة رقم 1 لو المعادلة رقم 2 شو نطلع من عندها لو X لو Y يا المعادلة أبسط زين. أجي المعادلة مثلا جيت على المعادلة الأولى المعادلة الأولى أقدر أطلع من عندها X راح نقول من المعادلة رقم 1 اللي هي X زائد 2 Y يساوي 5 هاي المعادلة رقم 1. لو تطلع اكس لو نطلع واي شو اقدر اطلع بس اكس للافضل للسهوله للطالب بالضبط أيه. اكس يساوي هذه انقلها للطرف الثاني 5 هي موجب شو يصير سالب 2 واي هاي منين جبناها من يا معادله من المعادله رقم 1 هذه المعادله من طلعت من عندها اكس شو نسميها نسميها رقم 3 3 احسنت نسميها معادله رقم 3 طلاب هذه جبناها من المعادله رقم 1 وسميناها 3 نرجع وين نعوضها بالمعادله رقم 2 ما يصير ترجع تعوضها بواحد. اعيد هاي ملاحظه مهمه جداً. طلاب هاي الملاحظه جدا مهمه هذه 1 سوينا من عندها 3 هاي 3 وين ترجع تعوضها ب2 يعني شلون راح اكتب لك اياها على مود تعرفها. نعوض 3 في وين في 2 هاي 2 3 اكس ناقص واي يساوي 1 هاي المعادله رقم 2 نعوض 3 شلون يعني استاذ نعوض 3 نعوض 3 هذا من هو اكس الاكس ايش قد 5 ناقص 2 واي 3 افتح قوس ناقص واي يساوي 1 بس مكان الاكس اخلي هذا المقدار بس مكان الاكس اخلي هذا المقدار ايش قد استاذ اخلي 5 ناقص 2 واي احسنت 5 ناقص 2 واي كل زين. هسه عزيزي الطالب بس اوزع بهالشكل راح يصير عندي 3 في 5 15 ناقص 3 في 2 6 6 واي ناقص واي يساوي 1. هسه عزيزي الطالب اخلي الوايات بجهه والارقام بجهه سالب 6 واي وسالب واي يساوي 1 هذا 5 انقله للطرف الثاني شو يصير سالب العفو 15 يصير سالب 15 ويساوي هنا سالب 7 احسنت سالب 7 واي 1 ناقص 15 يصير سالب 14 نقسم على ايش قد؟ اقسم على معامل واي ايش قد معامل واي؟ قسم على سالب نقسم على سالب 7 تقسيم سالب 7 راح يصير عندي هنا ايش قد؟ واي هاي
سالب وين سالب يروح؟ 14 تقسيم كم سبعة؟ عزيز طالب ايش قد يبقى عندي؟ يبقى عندي سالب على 2 اذا طلعت قيمة واي ايش قد؟ طلعت واي 2 ايش نريد بعد منه؟ اكس هاي الواي بس تجي تخليها وين؟ بالمعادلة رقم 3 ايش يطلع لك؟ اكس بس اشيل الواي اخليها هسه رجعت لثلاثة ترجع لك بس احسنت بس اخلي مكان ليش من اسمها تعويض بس جاهز. اعوض احسنت اعوض الواي بالثلاثة تعويض الواي 2 راح اخلي هنا 2 ايش يطلع لك يطلع لك اكس راح اكتبها هاي شوف شوف كل اجزاء اكتب نعوض نعوض شو اسمها الطريقة استاذ تعويض نعوض نعوض واي في 3 وين استاذ 3 اكس يساوي 5 ناقص 2 واي هاي المعادله رقم 3 راح يصير عندي اكس يساوي 5 ناقص 2 وافتح قوس اخلي مكان الواي 2 ايش قد 2 2 احسنت ويساوي اكس يساوي 5 ناقص 5 ناقص ايش قد 4 اكس ايش قد يطلع 1 احسنت الاكس طلع عندي 1 هسه مجموعه الحل مثل ما علمناكم زوج مرتب ايش قد الاكس 1 والواي 2 نفس الحل مالتنا ساعه على احسن هم تجي تعوض راح يطلع عندك نفسه احسنت هاي طريقه التعويض عزيز طارق احسنت استاذنا عشت لك هذا حل هاي المساله بعد اكو سؤال سلو لو هاي هذا هو مساله الطقس انا وجاوبتهم بشكل شفوي هاي جاوبت الفرضيه بعد وقلت لهم تنحل بال يعني ما ادري بعد اذا ادت السؤال لك اسئلك هذا السؤال استاذ حزام اللي سالته الاستاذ محمد شنو السؤال اللي تتمنى يسالوه الطلاب وما سالوه وانت تشوفه مهم يعني من الاسئله اللي يعني تعتقد انه مهم حسب رؤيتك انا برايي هي مال طريقه الحذف والتعويض زين هذا اخو اكيد اي هذا يعني هاي لازم يسالوه شنو السؤال اكيد وعجبني طالب من سال لي قال لي استاذ اريد طالب هو نعم الطالب المهم اي طالب امير من كربلاء قال لي استاذ انا اريد بالدستور اي هذا السؤال ما الدستور الطالب شو سواله هو بالقانون من يكتب بالقانون ما يعرف انه نفس الدستور يعني لما يقول له بالقانون يعني مقصود به القانون العام بالضبط يكتب له يقول لي استاذ شنو يعني قانون عام يعني ما يعرف معناته نفسه هو الدستور جنرال فورمولات سمع هاي شنو تتوقع هاي شنو نقطة مهمة يعني وكلش مهمة احسنتم استاذ محمد اذا عندك فد اضافة في الشيء بالنسبة لطلبتنا استاذ ما نتمنى لهم الا التوفيق ان شاء الله والنجاح الباهر يعني هاي ما معقولة 18 موضوع من بداية السنة لحد هسه يدخلون بها ما معقولة ما لموا لهم فد 12 موضوع مضبوطة 100% فد 15 موضوع يعني اكيد ان شاء الله اكيد ان شاء الله يعني متأكد انه باكر راح يجيبون درجات انا اقول طلابنا محظوظين هالسنة بالرياضيات كلش ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منك واحنا ايضا نتمنى اي نعم ما ادري زين عندك فد ملاحظه اخرى أي على المسائل اللي قالوا على المسائل قلنا لهم على المسائل قلنا لهم قال لهم جاوبوا المسائل جاوبتوا مال المسائل جاوبتوا مال المسبح مال اي ما نفع جاوبوا المسائل لا مال المسبح ما جاوبوا المسبح ما قلت لهم مال المسبح لا اذا ممكن عندك وقت عندك لا انا بس اريد اوضح لهم على المسائل مال الجذور شو الجذور عزيز طالب بالنسبه للجذور شوف اكو جذر نوبات جذر يطلع مثلا جذر 25 ايش قد يطلع مالته جذر؟ 5 بس اكو نوبات جذر مثلا جذر 12 ايش يكتب الطالب قبل ايش يكتب؟ يكتب 6 اي زين انت بهاي اكو جذور مباشره الجذر مالته يطلع واكو جذور لا مثلا يطلع جزء من عنده بالضبط لازم شو تسوي تجزئه ليش؟ من اجزئه على مود شو اقدر اختصره وياما اقدر اختصره ويا تلقى ويا البص لو ويا المقدار اللي بصفه زين هو لو اكو يعني وقت كان حليت ال 12 مثلا 4 في 3 واقدر هم اسوي 6 في 2 استاذ 6 في 2 اللي جذر 6 جذر 2 جذر 6 جذر 2 يا اخوي ليش مو 4 ها مو ليش قلت لك مو هاي شوي راح تهز صبوره ليش نوبات اكل بصفه يختصروا وياه هيك مختصر اي بالضبط يعني هاي النقاط هاي كلش مهمه هذا النقاش بيني وبين الاستاذ ارجو ان تنتبهون له يعني الله يخليك اذا انا اطرح الاشكال انا متقصد به اذا اطرح الاشكال حتى يجاوبني كانما انا ماخذ دورك انت ايها الطالب نعم شلون واكو هم شغله الجذر تقدر تحله احله يلا ممكن على السريع شويه استاذ ماشي على ما استاذ اسئله على موضوع ماشي. المسبح شنو هذا مال المسبح اشوف الكتاب اخذه وياه خلي نعم موضوع الكتاب وين استاذ بس اعطيك اياه بس خلينا نكتب السؤال اعطيك
يمك كتاب معدة؟ الكتاب ذا هذه النسخة ظلت بيها. أيه لا صدق دقيق. زين. هو هذا من الأشياء اللي سألوا عن الطلاب يعني ممكن أنه يعني شلون السؤال يجي يعني طول يزيد شرح. على عرضه كذا اي ها يعني ممكن يجي سؤال يجي يعني فرضي فهم تفرض فرضي تفرض فرضي مثلاً الطول, يعني. الطول مثلا يعني هذا ما ادري انتم بالنسبه لكم اكس مثلا كذا او ذاك مثلا لا انت تفرض مثلا العرض يقول لك الطول يزيد عليه بكذا يقل عليه بكذا نعم يصير العرض كذا فيصير مساحته معلومه تضرب الطول في العرض وتحلها كمعادله احتياطي نعم. يطلع لك في الاكس فتشي إذا طلع موجب سالب أكيد هذا تهمل السالب لأن طول عرض ليس طول عرض نعم طبعا تفضل سالب أحسن ما متعود على هذا الكتاب هذا إيه يعني هذا مع الموضوع هذا واحد من الطلاب يعني ذكره يعني إحنا مريد يظل خاف هو عنده فد إشكال من عنده نعم نعم سالب نحل السؤال؟ زين سهلة ماشي اهلا استاذنا اي حضر بعدين انتبه علي يا عزيز طالب هنا بسط الجمله العدديه هذا هسه اللي وضحناه وتناقشنا انا المساله ويا استاذ علاء اللي قال لي اذا جذر وشلون اختصر ما اختصر هذه بقى علي يا عزيز طالب هاي ال 12 وهاي ال 8 هنا جذر 12 ما اقدر اسويها ما اقدر مباشره اعرف الناتج مالتها ايش قد حتى الثمانيه مع الاسف الطالب شو يكتب لي جذر 8 4 استاذ علاء اي ديش الجذر التكعيبي اذا اكو هنا تكعيبي جذر التكعيبي الثمانية ايش قلت اذا اثنين. احسنت اذا تكعيبي 2 بس هنا دير بالك عزيز طالب ما اي هاي تربيع هسه هنا شو يصير 4 جذر 12 هذا شو يصير 4 في 3 هنا اكتبها اخليها جذر 12 اجي 5 عزيز طالب جذر التكعيبي لل27 ال27 جذرها التكعيبي عزيز طالب 3 وعندي سالب شو يصير سالب 3 احسنت سالب 3 هاي القسمه شو يصير ضرب ينقلب المقدار هذا شو يصير 2 عفوا استاذ حسام شويه استعجل لانه خاف وقت ما يكفي هاي 2 تنزل لي جوا هاي 8 جذر 8 تصعد لي فوق هذه جذر 24 جذر ال 24 ايش اقدر اكتبها اقدر اجزئها ال 24 8 في 3 8 في 3 ايش قد 24 هسه واحد يقول لي استاذ انا اقدر اكتبها 12 في 2 12 في 2 هم ايش قد هم 24 مضبوط استاذ 12 اذا كتبت 12 عمد 12 وياها 12 بيها اقدر اختصرها شوف على هاي استاذ يدور اذا اكتب 8 في 3 ايش قد عزيز طالب 8 اقدر اختصرها ويا 8 فوق راح اكتب 8 في ايش قد في 3 8 في 3 24 هسه اجيت جزئتين كلهن بقى بس عندي هذه 4 في 3 هذه اكتبها 12 راح اسويها عزيز الطالب جذر 4 في جذر 3 يساوي هسه هذه جذر 8 ويا جذر 8 ايش بيها راح اختصرت هسه عندي جذر 3 ويا جذر 3 تختصر واضح عندي بعد عزيز طالب جذر 4 جذر 4 ايش قد 2 2 في 4 8 هسه صار عندي هنا ايش قد صار عندي 8 هاي فوق صفه بس عندي 2 في 4 كتبت 8 هذه اللي راحن بقى الجو ايش عندي الجو عندي 5 في سالب 3 ايش قد سالب 15 سالب 15 في 2 ايش قد 30 هسه صار عندي سالب ايش قد 30 سالب 3 هذا بعد ما اكو حاجة ويساوي هسه عندي اختصار على ايش قد؟ على 2 على 2 احسنت على 2 هذه ايش قد بيها؟ 4 وهاي ايش قد بيها؟ 15 احسنت راح ايش قد يصير؟ 4 سالب طبعا بالمناسبة سالب 4 على ايش قد؟ على 15 اكو اختصار؟ لا ما اختصار هاي اللي ادي اوضحها شوف هنا استاذ علاء هنا شوف الجذورات هاي واضح شكرا جزيلا استاذنا احسنتم بارك الله بكم يعني عفوا استاذ علاء انا سويت سؤال استاذنا هذا بعد هو وضحته شفهيا وضحت لهم اياه في نهايه حلقه اليوم لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل للاستاذين الفاضلين الاستاذ حسام علي زيدان من متوسطه الشهيد ابو المعالي والاستاذ محمد زكي رمضان من ثانويه الذره للمتميزين
تقبلوا تحيات كادر البث من قناة كربلاء الفضائية، وتحياتي أنا مقدم البرنامج على نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.